السلام عليكم، كي راكم؟ راكم غاية، صح عشاكم؟ اتعشيتوا ولا مازال؟ شحال الساعة؟ 19 مازال. كي راكم؟ راكم غاية؟ الحمد لله يا ربي. صابرينا، مرحبا بك حبيبتي، بيزو، شكرا، ربي يحفظك. صابرينا ياسمين، مرحبا بك ياسمين، السلام عليكم جميعا، أحلى بصمة، شكرا العزيزة الغالية. ربي يخليكي مومو، شكرا، ربي يحفظك. بيزو بيزو ياسمين، صبرينا ياسمين، بيزو. صبرينا حبيبتي، مرحبا بيك. واش راكي دوك ياسمين؟ سمحوا لي نصلي العشاء ونرجع. انا صليت، هذا وين صليتها ياسمين؟ الله يتقبل ياسمين، الحمد لله بخير. وانت كيفك ياسمين؟ يقولك صبرينا، مرحبا بكم، مرحبا مرحبا بكم يا ربي حبيبي. غادي نعصر واحد السيترون، باسكو شربت كليت الزيت ونبغي نعصر حبالين نشربها. حبة سيترون نعصرها يا ربي الحبيب. استغفر الله العلي العظيم، محمد رسول الله. مش كيف هذا؟
شكرا يا صابرينا، شكرا حبيبتي، شكرا. غادي نشعل الميكرو تسمعوا الحس نطفيه. شكرا صابرينا، شكرا. ربي يحفظك صابرينا، ربي يحفظك. مرحبا شيف الماز، مرحبا حبيبتي براءة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، مرحبا بك براءة. فاتون، السلام عليكم حبيب موفق خالتي. شكرا فاتون، شكرا، ربي يحفظك فاتون. أحلى بصمة لعيون أختي الغالية. شكرا شيف الماز، شكرا، ربي يحفظكم ومرحبا بكم. وجينا ندردشوا، وجينا غير نقصروا ونضحكوا. يا رب الحبيب سمحوا لي بكم الى دار الحس، راكم عارفين، راكم عارفين، راكم عارفين بكم في دار الحس. يا ماما يا ماما وي وي وي. سلام سلام اختي، صباح راكي؟ صباح لاباس؟ لاباس الحمد لله. قرحتي؟ وا كنت قاعده نقرا لك باسكو ديت له الحشوه اختي، راه عندي الراجل. ايه صحة عاوتي نعم، ربي يحفظها لك ان شاء الله وتسيبي في كتافك، عندك الصح، هذاك هو الصح. الله ربي يحفظك، ربي يحفظك ان شاء الله. السلام عليكم شيرات، ياسمين، عيد سعدة، عيد سعدة، صبرين، البراءة، فوتون حبيبتي، لافي بيل، جميل، مرحبا بكم كاملين، كي راكم؟ مرحبا ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا مرحبا. شكون اللي ما عندهاش مفتاح؟ كاع حطيتهم مفتاح نورمالمون، هو ما مفتاح. قعدت لكم كوستيمات زرقين، مرحبا بكم. كي راكي لافي بيل اختي؟ ان شاء الله تكوني بخير، ارتاحيتي شويه. سامسكينة مسكينه قعدت تبكي، شكون عندها لانيفيرسي تاع امها اليوم؟ انا خايتك حبيبتي، بكاتني الساعه عند، كنا عند كيسموها، عند العباسيه، ليلى عباسيه، حتى واه بكيت. ليلى تبكي ما حضرتش انا تمتنا، كنت ساعد ما خرجت، اتاشي بزاف ماما الله يرحمها. شكرا جميل، شكرا، ربي يحفظك جميل. هبه كريستال مرحبا بك، مرحبا بك حبيبتي اختي، اليوم رحتي حوستي اختي، شاتك السوايع الغاليين، واحد تقول لها مارك هبه. مرحبا صحتك هبه، وعليكم السلام اختي، مرحبا بك، يسلمك جميل خويا، الله يحفظك والله اختي، ان شاء الله. والله بكيت مسكينة، قالت لي لانيفيرسير تاع حمضة نشري لها كادو. طابي الساعة بكيت عند الأخرى، قلت لها مجربين، أنا مجربين. واه نيشي راهي دايرة ال، شوفي موموف هي الو كتسمعي فيا؟ وانا نسمع غاية، واه تهوديني هاي تعيط لي الدومة. نهودك صح. الو ها كي ندير باش نهودك؟ سمعتيني؟ كي ندير باش نهودك؟ كي نسمع راني نسمع. هودي نكتب، غادي نكتب لك موموف. هودي هودي هوتيني، انا ما هودتك شويه، ما عرفتش درت تصويره كبيره. حايا غاد شوفي نكوبي لها ونعاود نعيط لها انا، استني تشوفي. انت جاريبه مانيش نسمع فيك، دوك نهود ونعاود نرجع، ولا ساي كوبيتي الصون صح، دوك نقعد في براستك بلا. يسلمك حبيبتي يا هبه، ربي يحفظك، اللهم ارحم جميع الموتى المسلمين يا رب، امين يا ربي، ربي يرحمها ان شاء الله ويجعل مثواها الجنه حبيبتي. فوتون كي راكي حبيبتي؟ شتك راكي ديري لي لايف؟ نجي عندك،
آمين آمين يا ربي. فوالا ساي رجعتي مومو، هيا اني فوالا رايحة دوك نعاود نجي. فوالا هودي صح اختي، دوك بالخدمة هذا في التليفون. داكو. ملكة القصر، مرحبا بك حبيبتي، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ملكة، شكرا. شكون اللي توفى؟ لا نهضروا على ام لبيبال، اليوم عندها مسكينه لانيفيرسير تاعها. اليوم لانيفيرسير تاعها مسكينه. يعني ثلاثة نقاطات معيتها فاتوا، قبل أنا نرسلها لبوزنبيق ها فاتوا، هودت وحدها. واش راكم؟ الحمد لله مليكة، الحمد لله. وانتي واش راكي؟ ربي بون ربي بان تقول حاطك لا بيز. ايوا منورين جميع الحضور، شكرا مليكة، شكرا. ايوا شنديرو هادي الدنيا لبيبانه. عندك ما دير حبيبتي، ادخلي تضحكي ولعبي ربي يرحمها ويجعلها من اهل الجنه ان شاء الله. امين 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 هبه، امين امين رب العالمين. ولفتها سي بوغ سا باش تنساها حبيبتي. تراد الشاوي مرحبا بك، مرحبا بك. هذا شكون اللي طالع عندنا؟ الو 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 الو، مكان والو. شكون طلع معانا؟ ناتالي مرحبا بك ناتالي. عليكم عليكم، راكي توحشتك، راكي توحشتك يا مومو، يتوحشك الخير يا ناتالي، توحشك الخير حبيبتي. تورا تشاوي مرحبا بك، ملكة منورة طيبة محبوب محبوبة هكا قريتها. شكون طلع معانا؟ الو الو مرحبا بك، الو مرحبا بك اخي. هذا البيز يا ولدي. الو هذا وين؟ الو الو الو، كي راك هذا وين؟ صباح لا بس والله نقول الحمد والله رحمه الله. صباح الخير مالوك يا حوجي، صباح الخير وليدي، يقول مساء الخير. هذا وين؟ صح انا دون الشمس خرجت عندي. صح معليش عماد ولدي. هذا عماد يعرفوك، مرحبا بك عماد. شين ده؟ راح بك جنة خالتي عماد ولدي يطلع ما يهدرش. طالعي طالعي هدري معها، طالعي هدريه، طالعي طالعي. كي راكي هبة محبوبة، هيا شا تحكو كاش برد كاش نو كاش ساقولي برد غير هو برد. حلو تاني برد غير هو، حلو وحد البرد. سميقري والله لسم، اقسم بالله لسم من في الديار والله. السلام عليكم جميعا، شكرا ياسمين حبيبتي، شكرا. ربي نورك المومو فراه الدار بيصيدو وعندك نطق. عقلي ناتالي عقلي. راني نكتب من الهيش ديك الغنية بلاتون، راني هنا وراني لهيه وراكي هنا ولهيه. شكون جا عندنا اللي قنزغرت؟ باقي لنا عليكم. كي راك الزين صافا ولدي؟ والله غير لاباس ماما، وانتي لاباس؟ امورك هانية؟ صافا الحمد لله ولدي، كي راك داير؟ الحمد لله يا ربي، ربي يدومها عليك ان شاء الله. امين حنا ولدي خويا، امين يا رب. الله هذا نورك، الله يخليك. لا علاش انت غرقت؟ زغرت لك انا ولا لا؟ لا لا قدس راهي واحده. لا الزين عماد لاباس؟
عماد 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 مخالف الطبيعة مليحة عماد كيراك جوارينكم قاع لاباس هاي والله رحمة قاع الحمد لله جمع لي السلام عليكم دليلة ملكة القصر الفوتون هيبة الحياة كامل السلام عليكم ياسمين ياسمين مرحبا بكم خالتكم خالتكم موموف مرحبا مرحبا صاحبتون صاح حبيبتي خليني انا خاطر غير الله في روحكم ساعه الخير ان شاء الله يا رب ان شاء الله فاتو كي راكم كي راه الامور ماشيه لاباس كلشي مزيان خي البرد قلنا البرد والله حتى حنا عندنا البرد بزاف بزاف ثانيه لا ما حنا ولا عنده واحد 3 ايام ولا 4 من هبط وحنا يومين هكا منور ولدي زين بنورك الله يخليك هبه خالتي هبه ولا انا ما خاطيني البروتوكولات هذه تاع خالتي وعمتي تحملوها مني برك نقول هبه مش معنى ننقص منك ولا تحملوني وصاي ماكش قصص زينو مانيش ماكش قصص يا فرنسا مانيش ندخل عندي عندي بزاف مانيش نرجع عليهم اسمحوا لي بارك وخلاص اليوم رحت دخلنا عند واحد البث لايف طلعنا عنده ما جيتش انت يا بارطاجيته حتى درك اللايف تاع مو راني بارطاجيه دشت انا دين نعرفه اخو ما نعرفهاش الاخر تاع وحده جزائريه ثانيه دخلوا عندها عراقيين سوارا خلطه مرحبا بك حبيبتي وسام ها ما سمعتكش عماد عماد الصوت راه عندك يكسر يكسر منورين ومشي عشرين الشعر الخواطر ملكة القصر مرحبا بك حبيبتي وشراكي واش تحكي مومو لا ما عندي بغيت نقصر ونضحك باسكو قلت ما نحلش ولا نحل ساعتين ولا مومو كي يحد واحد مزدي قوتي يحل تروح له والله والله انا مومو انا قبيله دخلت عند واحد المره الطفله هي قلت لهم راه مورالي صفر طلعت قعدت عندها ساعه ونص مش وليت نضحك وليت زهوات لي وليت لاباس عليا صح الانسان بطبعه اجتماعي يحب الخلطه يحب الانسان ما يقدرش يعيش وحده انا كملت سوايع انا خاصني غير لي زابوني ما ندير هذا نديره غير باش نضحكوا صايي ونسال مليح مليح والتفاعل تفاعلوا معها الناس اللي راهم عندها تفاعلوا خليوا تعليق جيم كومونتير ما راك تخسروا والو اسلام مرحبا بك اسلام السلام عليكم وعليكم السلام اسلام مرحبا بك وراه هي ناتالي هاي ناتالي دليلة ناتالي دليلة هي ناتالي وهي هي طلعي ناتالي طلعي يا ناتالي هي طلعي ما شو وقيلة لا راني مزلت ما تعشيتش راني مدوخ مشربش القهوة شكرا خويا شكرا خويا الله يخليك دليلة ناتالي طلعي نحكو معك شوية طلعي ناتالي طلعي ناتالي عندي هدرة معك طلعي طلعي صحيح بلك مش دايره حجاب اخي مارها بلاك ما يجي لي غير دربيته ديري فولارا برك وطلعي برك رانا خوتك اطلعي برك لا ديري غير سربيته هكا معجبين او ايموجي الحمد لله ربي يدومها خويا زين تضحك ربي يدومها الضحكه الزينه ياسمين ياسمين هذه ضحكه ولا طريق ماشينا سكت اليوم تاع والله دي تاع عندو تاع لوتروت ياسمين والله حلت فمها درس العقل بنت اي عندك درس ماهيش مخدومه خدمي درستك ياسمين ضحكت عليا على السربيطه هي وين دير السربيطه تخرج معاه واش دير المهم حاجه سيطار للراس وخلاص يجوز يجوز
مش تغطيلاتها تطور. عمد ما رحت ال عمد طاح. ناتالي رحت المرية تعد الروح. أنا ناتالي هذا راه غير صوت ما فيهش صورة. روحي بر. روحي بر كواه. الشنطة. أي حاجة مرت الشنطة نسيت. أيوة. هجيب لك السوجي شباب. خير السوجي ونتناقشوا فيه. أوه. سهدرنا على على هذاك مع السكري تاع الدين هذاك اللي يقريو قيل الجغرافيا ما عادش يقريو تاع التربيه الاسلاميه هذاك تاع الشريعه تاع الشريعه اللي خرجوه بصح راهي كاينه حمله دوكا راهي حمله باهي باهي علمو الزي الوطني للباس المدرسي تعرفي كيما تعرفي في فرنسا وفي مصر لابسين كامل يلبسوا كيف كيف لا ما يلبسوش كيف كيف لا في المدرسه التلاميذ يلبسوا كيف كيف لا 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 هذيك بقرا في مصر ولا في فرنسا ما يلبسوش احنا في الجزائر احنا كل واحد يلبس كيما يحبه وشنو هو المأزر الطابليه هذيك يلبسوا البنات وردي والذكور يلبسوا زرقاء دوك راح دوك راه الشعب يطالب بتعميم الزي يوليو يلبسوا كامل كيف كيف اول حاجه تروح تاع واحد فقير واحد غني ثاني حاجه ممكن يدخلوا البنات يدخلوا لهم الخمار تولي كل دايره خمار دوك راه الشعب وي بصح الخمار خيمان الخيمان كاين داير ديك الخيمان ديرك سوا تاع الجين لا كي راح يوحدوا الزي راح يقلبوه مثلا الذكور يقلبوه سروال مثلا البنات يلبسوا مانيش عارف وين شفت انا مصر ولا لبنان اللي يلبسوا بنات يلبسوا اجيب وهي طويله مصر وقيله مصر مصريين ومليحه هذه اول حاجه تروح الطبقيه تاع كاين واحد يلبس ب 100000 وواحد يلبس بمليون تروح هذيك النظره تاع ما تلبس زعما كسوه مسطوره كما احنا نقول مسطوره لا لا غادي تلبسوا وكل يلبسوا كيف كيف راني هنا اطلعي ناتالي يلبسوا كيف كيف موحد زي موحد كما يقولوا راهم دركا دايرين حمله باه يعموها على واسلام واه نو ماشي هكا دروك انت دايره الحجاب ولابسه سروال تاع الجين ولابسه قمجه كوخ طب انا ماهوش حجاب لا هما قبل هذه قبل سنوات علقوا عليهم يديروا لهم نص تحتاني يقول لك شاب خالد ونص الفوقاني عمرو خالد تعبك يا عقلي ناتالي واش قالت ناتالي راهو عندي الحس عقلي على سرتينا مع نواف فكرتيني في الحجاز تاع الدوار تاع الدوار انا من الدوار حبيبتي وانا علاه الدوار وش به الدوار اللي خرج الدوار الدوار اللي خرج الامهات نتالي اسمح لي نتالي لما عيطتلكش عيطي لي باسكو التليفون تاعك باقي راح لبوزنبيق نقول حوس عليه الا قعد لي الدوار ما كانش حنا الدوار دارك في البلاد والله ما كان الدوار وراه البن هذاك تاع الدوار وراه الكساريك تاع الدوار وراه الدوار راح يولي لنا منامه واش بيه والله ما كان الدوار دارك كاينش دار قاعد الدنيا نودي الصباح تحلي عينك تشوفي قد ما لحتي عينك تشوفي دروك تحلي عينك تلقى جارك قدامك بيطون لكن كل شيء من دي صح ياسمين صح ولا ما تلبساش ما ديراش الجزائر عجائب وغرائب فوالا عجائب وغرائب صح ما ديرش ماشي غير في الجزائر اختو وبختو يركبون عروس ولا تعجين و اهلا زهرة مساء النور هلا هلا فيك زهرة مساء الخير زهرة ابنتي انت انت تعرف تهضر كيما هي انا ماش نهضر جربي برك جربي تعرف الزين الله يخليك زهرة مرحبا مرحبا حبيبتي تشتا عندك سورية هذه قالوا العراقية لا هذه فلسطينية مرحبا مرحبا بلدنا الثاني فلسطين مرحبا بك حبيبتي اخت غالية وعزيزة مرحبا بك مرحبا ياسمين زدت حاكمة السربيطة ضحكتها
مساء الورد زين، مساء الفل زهرة، كيفك؟ كيفك إن شاء الله منيحة؟ فلسطينية تسلمي حبيبتي، شكرا شكرا، أريد أن أعطي شكرا وعفوا. لا هو ما مش بعد علينا، غير هي راهم نفس العربية وتختلف غير في النطق برك. والنطق النطق لا نفهمها نفهمها، أنا من ما تقدرش تحاولي ما نعرف خاطر يعني نعوج لها والدي. أكرهتي. شكرا شكرا غلاتي، فديتك يا قلبي. انت زهرك شو راح تبدي المحتوى تاعك؟ بديتك يا قلبي يا انت يا انت. قلت لك انا احمق عليك. ربي يحفظك ربي يسترك زهرة. صافي قالت لي بالموزمبيق انا غم انا تالي زهرة مرحبا، واش راكي الجزائر؟ اي لا خي خلينا لانجيري كيما كانت بكري. ايه والله اللي بغى يتحجب يتحجب، اللي بغى سيبيليزي سيبيليزي، احنا رايحين هكا كلا شريعة لا قدور. يعني هي ولا انت يا زينو؟ هلا دخلت على فيديو شو قلتي راح تبدلي طابع قناتك ولا شو؟ عندها قناة زهرة؟ عندها قناة ايه؟ انا نعطيها نفتح تحط هذا كي يدخلوا. لا ما كي يدخلوا عندها الحبيبة. انا هكا دخلوا فتحش المفتاح، انا ما تقوليش الساعه، انا بالانترنت منشوش تنجب الكورتاب ما نعرفش باللي ما يبانليش ال بعثتها المفتاح. اطلعي زهره، اطلعي زهره تحكي معنا، اطلعي الى الضحيه. ولا انت ناتالي خالتي مومو هرماتك الموزمبيق. حرشو حرشو زيدو 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 عقلي ياسمين عقلي. كونطرا عليكم غادي نحوس عليه، نحوس عليه وتشوفوا. شو رايك؟ اي شيء بدك تغيريه بدك تكوني تحبيه، اذا شيء بتحبيه راح تبدعي فيه، اذا بتبدعي بالشيء الاول كملي فيه، اذا مجرد تجربه هاي التجربه لا لا تجربي. الانسان الشيء اللي بيحبه راح يسويه كثير منيح. شبه تتغير راح تغير الفيديوهات اللي عندها، مثلا تغير الطابع اللي عندها، يكون المحتوى زي ومن بعد تبدلوا الاتجاه واحد اخر. تنساش يا زهرة المشتركين اللي درت لهم قبل كامل كانوا على المحتوى اللي راكي دايرته. ولا تحط رابط تاعها يبدا يدخلوا عندها. أو دا لا فرانس المستعمرة، لا فرانس المستعمرة إسلام وما عمنا عندنا فهمك ضيف لا لا شو اكتبوا لنا عربية، أنتم وش بيكم تبغي تصليوا بالعربية؟ ناتالي خي كيد موت يجيك ملك الموت يهضر معك بالعربية. قالت لك ناتالي قريب شي كتبت لي ضيف شرية موجود في كيد باسكو لفوت لا فام إيه. أوي ترجمي لي ترجمي لي. زعما قالت لك انا بغيت الداريه الشرعيه باسكو الهضره كي نهضروها قالت لك غير نحبس اللايف. زعما الهضره تاع المراه عوره كيما قالت. فهمتك. مساء الخير. هلا مساء النور. هلا هلا كيفك؟ الحمد لله. كيفك خالتك؟ مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. شو اخبارك؟ الحمد لله. وانتي؟ ايه الحمد لله كويس. كيفك زين؟ الحمد والله لله. مشتاق لك زهره، كيفك انت؟ ان شاء الله منيحه. ايه الحمد لله هلا صرت كويس. ايه حقه انت مريضه، ريحتي شويه هلا منيحه؟ ايه بعد الابر برو. ايه كيفكم؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله.
زين السلام هذه فرنسي مسلم ما يفهمش العربية. هذا زين السلام إسلام فرنسي مسلم. مرحبا بك أخي، أخي في الإسلام، مرحبا بك. طبي عربي. فرنسي ومسلم، لا لا فرنسي لا غير قلت عربي، فرنسي. لا لا عربي، وزايد هنا وما يعرفش العربية. مرحبا فيه، معليش معليش كتب فرنسي معليش. يفهم الفرنسي شنو؟ ما هو عندي دخل شنو؟ هو داخل الإسلام. لا عربي مسلم، بصح مين زايد فرنسا ما يقري ولد فرنسا، ما يعرفش يهضر العربية. سوسن وعليكم السلام، مرحبا بك سوسن. زهرة، مرحبا بك سوسن. زهرة عم تقول لك مرحبا. ناتالي مرحبا بك، مرحبا بك، أنا جيت هنا. إيه أسف، أنا مو أريشة. بتعرفي كيف تدخلي التعليقات زهرة؟ إيه بعرف ولا؟ أوكي أوكي. زين. شكون أنت؟ ما نعرفكش. أنا ملك الموت يا سوسن، وأتيت لقبض روحك، أين أنت يا سوسن؟ تقولي تعرفيني. استغفر الله ايه العظيم، اهلا أعوذ بالله. سوسن، كيفك؟ شو اخبارك؟ مين كمان زهرة، سلم علي وانا ما شفته؟ ناتالي. ايه ناتالي، الحمد لله، كيفك؟ بس اعترفي زهرة انه صوتك صار كتير كتير شو كيوت لما صرت مريضة. بنت هادية. لا تقوله، ليش؟ لا والله تعبانة. سلامتك الله سلامتك يسلمك، انا سلامتك. بالزور على تعرفي اليوتيوب. صاحبة البث أم محمد ما تفهم كثير، حاولي تتكلمي عربية فصحى على الو لك علي انا، ايه لا عليها، نعم هي حابة تهضر عربية فصحى، بها تتواصلوا شوية. واو خيتي، هضري هضري معانا، نهضروا احنا، انا ما مو نفهمش بتعرفي العربية. عربية، عربية فصحى. مو تعرفي هذيك تاع نفهم مرحبا نفهم، كيف ها؟ لا نفهم. اقدري هلا. ايه احكي احكي ماما، تعرف مرحبا وسهلا واهلا وشنو ايه كان، هلا بيكي. واهلا بيكي. لا نفهم نفهم هلا شو تقولي، بصح باش ايه نقول اكيد تفهم. نفهم لغتكم لا الفم. مو بلعتي مدورتها مسلسلات سورية وباب الحرم، تفرجتها من الجزء الأول الجزء 11، تكوني تفهمي. لا ايه نتفرجوا. عن جد سوسن، يلا يخلق من الشبه 40. أم محمد زهرة، أم محمد عايشة بفرنسا، عشان هيك ما تفهم كثير. لا فرنسا انا في إيه؟ الجزائر، من خاطيني هاد المسلسلات وهاد، ما نقعد لهمش بروبليم، فهمتني؟ ما لحقتيش بشادية وعبد الحليم؟ دكرك عبد الحليم نسيتيهم ولا؟ بالك نسيتهم. لا نفهم 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 زين، مصريين تفهمي يعني. شي هو، ما تقدرش ترجعي لا تريبوندي، ما تقدرش تريبوندي. شرد لهم، لا نفهمها زين، عشان ما مالك نطلعش. الموت في الأخير يقبض روحك، لا تنسى. على بالي، على بالي، كل ذائق، كل نفس ذائقة الموت. وما تنسيش حتى انت ياسمينة، وما لا تنسيش طيب، ياسمين باللي راهم يهزوك رجال، ويدوك الأكبر رجال، ويقراوا عليك رجال، ويصليوا عليك رجال، ما لم ما تربحيش العيب مع الرجال. أوه زهرة صوتك يشبه صديقة عندي من سوريا اسمها لميس. شكون هذا اللي طلع معانا وبدل فوتو؟ هذا عماد، عماد هذا غير ما تدري عليه، وحتى ما ترحبيش بيه، والله ما يزعفش، كي يطلع يقبض القرنية نتاعو ويريح ترونكيل. لا جيب لنا فوتو شابة. هذه شكون؟ سوسن تضحك، لا احكي سوري عادي بفهم عليكي يا بعد قلبي. هيا، واحدة قالت لك بعد قلبي، واحدة قالت لك تشبه صاحبتي سورية. الدلة زهرة، اوكي نتالي. زين ايه ممكن نولي ايش بالخط. رأيك براحتك، براحتك ام محمد، براحتك ام موف. كيف كيف شو زهرة رأيك شو قلتي؟ بالفيديو اللي نزلته هلا؟ كتير حلو، كتير والله، كتير حلو والله. ايه حلو الترجمة. ايه
حلوة، وكنت بدي حطه بالمنتدى، لكن حطيت اللايف هذا باه يجيوا الأصدقاء عند مموف، بعدين أحطه، بعدين أحطه لا وعد. لا عادي يخرب بيتك شو هالعادي. سوسر راني نحكم في روحي، راني نتماسك ووالو، راح تحلني الطفلة هذه. ايه عامر كيفك عامر؟ عامر مرحبا بك اخي. وعليك انا تعالي هذي سيرو. مين هاد؟ ليكون عماد. شو عامر؟ انت هو عامر؟ لا اوكي انا شيطان. شو عامر؟ انا عارف عشان انا غليش كان في سيدي عامر. لا على بزدي لهم بي. قول. السلام عليك. ايه عامر تحت. شو بحكي هذا؟ شو اللغة اللي بيحكي فيها نفس أعرف؟ هذه لهجة، لهجة أصحاب الجزائر بالغرب الجزائري بيحكي. لهجة المغاربية وكروازي والورانية. احنا عندنا في الجزائر الشرق يحكوا مثل تونس، مش مثل تقريبا مثل تونس، وبالغرب يحكوا مثل المغرب. الحمد لله يا عامر، شو أخبارك؟ وين غاطر؟ ماني غاطر الحمد لله. أهلا وسهلا بكم زهرة، كيفك؟ شلونك؟ اشتقت لك. أهلي أخوي عامر، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. أهلا أهلا أهلا، زارتنا بركة. أنا إيماجيني الطفلة هذيك عامر. ما في هذيك. نسمع فيك عادي، نسمع فيك. السلام عليكم. إيماجيني يا ميزة محمود مو مفهوم. ماشي تقطع لا. لا ماشي تقطع. محمود. قول زينو. ماشي تقطع يا ما هي تقطع يا عيمة. صح صح. صح. عليكم السلام محمود. طيب لاباس عليك انت وما ادري ولا باري. انت حطيتي حكم له قبيله. انت حطيتي بالمنتدى زهره تبعي. شو هو رابط البث هيدا؟ رابط البث هذا لايف هيدا. لا ليه؟ لما شفت محمود وشفت افتكرتهم من عندك محمود وعامر. لا بس لا عامر صديقي. ما قد يكون فاهم شيء بروبلي بعد. مرحبا بكم. مرحبا بكم. انا مخرجين قديم. عماد 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 راك في لايف خويا. كوبي المايك عندك عماد. طيب خلص ماشي ماشي هيك اني عامله رفعه سطح. طيب عامر جن صبي مو هيك؟ خويا العزيز الغالي محمود. انا ابو حدا جيت. مرحبا بك. مرحبا محمود. مرحبا عامر، مرحبا بكم كامل. اوكي عامر. شيراز 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 دخلته. مومو طلعيني. مومو درك تجي، قالت لي دقيقة ونجي درك ترجع وتطلعك. يا نور منصة منورين، منصة منورين بنورك عامر. الله يخليك الله يحفظك. نورك عامر، شو أخبار حسنة؟ حسنة وين كنت زهرة؟ وين كنت زهرة؟ الله يخليك. شكون انت؟ هون انت اللي بتروحوا حتى بحلق عندكم ما بتردوا. بسيطة. شكون انت؟ انا زين. ياسمين جاوبيني. ياسمين وش فيها؟ وش قلت ياسمين؟ ناتالي راهي قدر. وين فورنو جائزة الرسمية. مرحبا بكم اللي دخلوا جدد. زهرة يا زهرة. ايه عندي سجائر. خلصوا لي، خلصوا السجائر عندي. شو سوي؟
روح اشتري. هلا تجي ماما وفو؟ لا اشتريت حاطم بالبيت، راح اجيب علبة واجي. تجي ماما وفو اروح اجيب. اوكي. كيزير سوسن، شكون ياسمين اللي تعرفيها؟ ياسمين انتي تعب ليده ماشي تعب ويرة. زين تفتح من بعد ولا لا؟ لا لا ما نفتحش اليوم، فتحت الصباح. ها يا سوسن فتحت، وفتحتش حق اليوم. والله ما على بالي سهرة انا فتحت اليوم لايف ولا ما فتحتش؟ ما عارفة افتح والله. رحنا وقيلة عند ريهام ونظن ما فتحتش. والله فتحت، والله نسيت، والله يا سوسن نسيت. المهم لي متفكر اني رحت عند ريهام، ضليت عندها ساعتين. ايه انا ما زين، كنت تعبان. اوكي زين، اوكي نور. زين تفتح ولا لا؟ ما نعرفش ياسمين انتي اللي راكي تدخلي عند زين. هذه ياسمين تعب ليده نظن، ماشي ياسمين تعب ويره. ايه عامر فين رحت؟ اذا استطح انزل. خويا عامر اركض، تعرفها؟ خويا عامر اركض. حوجي قلي يا قلبي. يا عم اسألك يا عامر، حسنة شو أخبارها؟ أي باي اسمع، وين رايحة سوسن؟ ريحي موف موف موف، راهي تتعشى، راهي جابها، راك تعطليها كي تقولي لها موف. خليها خليها بالصحة والراحة. لا تفتح عمرك ما فتحت ان شاء الله. عمرك ما فتحت كيف كيف براحتك. زين ان شاء الله عمرك ما فتحت. عمرك ما يا سوسن كنا حك من شعر ونجر، ما نخلي بك لا صالة لا حوش لا نجر، نسيق بك البلاصة. سوسن لا حبيبتي انا ما ندخلش عند زين، وانا ياسمين البليده. عرفتك ياسمين تاع بليده. وعليكم السلام عند زين. رشدي. سلام رشدي، مرحبا بك خويا، مرحبا بك رشدي. رشدي من اقوى حفلات الدعم. وش راك رشدي لاباس؟ لاباس عليك زهره، تسلم على امس. طيب يا عامر انا علقت عندها اللي ما ردت لهلا. وتحيتنا لك يا رشدي، مرحبا بك. زين هاد عامر اول صديق لي، ولما دخلت اليوتيوب ما شاء الله ما شاء الله. ربي يدوم محبة بينكم يا رب، ربي يدوم صداقتكم يا رب. ايه ثلاث سنين ما فارقني، شايف؟ هاي هي الصداقة، هاي الصداقة معناها الحقيقي. هاي هي الصداقة بمعناها الحقيقي، معناها ثلاث سنين اكيد اتخاصمتوا يوم، اكيد وتصالحتوا، اكيد معناها هاي الاخوه، هاي الصداقه عن جد. لا انا عندي عراقيه، عندي عراقيه عندي ثلاث سنوات بعرفها. ماشي ماشي زين، انا بدي انزل. موفقين. خبر عاجل ولا شو؟ مرحبا رشدي، مرحبا. الحمد لله. اوكي زهر على راحتك. اوكي موافق ماما، موافقين الجميع. يلا باي. الله يخليكي، باي باي. بين زهرة خروج اضطراري، معليش. الحمد لله. ربي خويا زين، مرحبا بك رشدي، الله يعيشك. مرحبا بك رشدي خويا، مرحبا بك، نورت. دودو نورا لي بغات بغات تطلع، وقلت لها درك تجي هي وشي واحد طلع وعاود هود، ما عرف شكون. وقيلا كسموه. مرحبا شيراز. السلام عليكم، كي راكم؟ السلام عليكم زين. السلام عليكم موف. السلام ورحمة الله، مرحبا بك، نورتي، هلا وسهلا. الله يسلمك خويا، بارك الله فيك، صحة عشاكم. نو غالي يوم، مرحبا بك حبيبتي صحاب الدرداشة، صحة عشاكم. دنيا مرحبا بك دنيا، كي راكم؟
جبت العريس. ما جبتي لنا معك في يدك ولا جيتي غير خاوية هكاك؟ يا والله لا ضربت الطعام فقلت فيكس. آه يا بصحتي بصحتي. عقلي. صحتك بصحتك. مرحبا بك مرحبا. والله. رشدي مرحبا بك دنيا مرحبا بك حبيبتي ياسمين نوغاليون دليلة كيراكي عمري لاباس فان دليلة ناتالي كيراكي لاباس طلعي طلعي نات دودو ما عندك دودو مرحبا بك دودو مرحبا بك دودو ماما جاية غير جاية غير عامر مرحبا بك خويا صحاح شاكم كاملين شرفتوا ونورتوا مرحبا نورا ايوا شكون كنتو تهضروا انا كنت طلعت قبيله تسعه لقيتكم من الزين والزهره ومانيش عارفه معكم واحد ساعه ما فهمت والو قعدت في الفوق بعد هوت مالا صاي شفت الكتابه تاعك واني قلت لك واقيلا رجعت لك قلت لك راه وانا مين كتبت طلعت تمتم كتبت قلت السلام واحلى وطلعت انا قلت لك هذوك ترجع راح تتعشى على بك قاعده تهضر و... مسكينه واه بالسيف ما خلاوهاش مسكينه حلت لايف وقت عشاء والله ما عليش ما عليش شايف ماما فهمتي فمك المرقه المرقه راهي جايتك في الشوارع والله لك اللي تماغدو تأمني بالله ما شبعني هيا بصحتك صح علاش امير مرحبا بك امير 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 ولا خاطر شكرا امير بارك الله فيك ضربت امير مرحبا بك خويا اطلع اطلع امير شكرا دنيا مرحبا بك دنيا حبيبتي امير توحشتك تقول لي تي فوا تي فوا زين تيفو اطلع 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 نقصروا فيها نضربوا فيها فما اطلع صياده العربيه مليح يهضرها ما شاء الله عامر مرحبا بك مرحبا بعامر انسان متربي يعني ما ذو خلق يعني ما شاء الله عندي انا نظره في الناس طفل عجبني بزاف ناتالي راه عندك الهربات تلك ياك الهربات تلك 1 2 3 والهربات تلك الله يحفظكم منصه الله يخليك عامر دودو مرحبا بك ودودو مركي غير في ظل حق العرس باه تزياني شويه سعادة مرحبا بك حبيبتي صحة عشاكم سعادة مع مالك شكرا ربي يحفظك سعادة مرحبا بك حبيبتي مش هتديري لها الخاتم مش هتديري لها خاتم مو في الغمة هادي بغيت بيها بسيف مو موفو لها هو يصبع المهم للخواتم ارسليها ارسليها في البرية او الشيخة عندك تعطيني واحد مهرهر قاع او بغيت لصقيها فيك بالسيف هادو نيا او شيخ ها شيخ تحاولي نعطي لك زوج 25 25 ها واحد 50 ياس ولا شيخ قاع مقرب اسمعكم اسمعني هادو نيا و تجي صغير تاني البلور الا بغات تريح منه وترسلها لي هذه باينه لا هي حابه تخلي الدار باه تقعد غير هي وراجلها راح تزوج وتهنى منه قلت لها غادي نريحك منه نوغاليو راكي كوبياستون ايه راكم مش عارفه نوغاليو راكي كوبياستون شكرا ربي يحفظك نوغا اكرم مرحبا بك انا صباك يا راكم نوغا كي راكي توحشناك اميمو ماما هاكا نقعد هاكا باش توحشوني ودلقوني وتجوا تطبوا عندي في الباب أكرم مرحبا بك والله لا تحدثك وما شفناكش ولا عليك ديالة سوريا توحشناك وما شفناش قدك سوريا وعليك انتي نهرسوا الباب يا روحي يا يا وانا توحشتيني نغالي ولا والو انا توحشتك صاحبتي دوك نعاونك دوك نعاونك الدنيا كوني هانية مرحبا بك اسد سوريا تانك سلمي عليها بزاف بزاف الله يسلمك منو عمي مو خيتي أنا ما نشوف سيبك أنا نروح عند نونا نروح نجمع شوفي نونا قلت نونا نورا وين ما يعني تدخلي عندها احنا أنا وين ما نروح ندخل عبس حسن عمي مو الماس مرحبا بك عمي مو سمعيني يا سمعيني واختي واه أنا أختك وأنت أختي مش على كلمة نتعيبو مين مفنا كنت عندها وقالت لي يا ودي انا يا والله قالت لي ما درت لها والو قالت لي هي اللي خسرت معايا قلت لها ما قلت لها معليش دوك ان شاء الله ان شاء الله قعدت تولوا وتولوا ملاح وترجعوا بعضكم بعض قلت لها اختك كبيره هذيك هذيك اختك كبيره وهذيك وهذيك صغيره انا نورمالمون امها ماشي اختها انا امها انا قد امها مالك ايه بالك امها باش تقول كي راكم ماشي نجبدها مرحبا بك اهلا اكرم مرحبا بك عمي مو كيف راكم دايرين
انا ما جيت حتى الشهر يعني نحوز على الخير والله ما نحوز على الشهر هذه قدمت لي هذه راح نقول لك تعبي شدت لي هذيك هذيك البنت نوره سمحي لي مو 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 نوره ومو مو عندكم خاص مع بعضكم ولا ما عندكم لا لا مشي نوره وما مرحبا بك وما سميرة طيب بدو لينا سيجا حمبو لا كيف في الموضوع كيف الموضوع وحلوه في الخاص وإن شاء الله ربي يصلح بيناتكم كيف في الخاص ألماس كراكي ألماس شوف الزين باش هكا تسمع ياسمين ناطالي هي بنتها هي باش شنقول لك نورا هي قالت نو باش يا باش يا هذا ميموف هذا غير متنرفش ميموف ما تنرفش لا ما نبغيش واحد الكذاب شوف هي بتفاميلة وبترجال وطابط هذا شوف الشكل مام هي مام هي امها ما شاء الله عليها الدومه ما شاء الله عليها المراه نقولها لك المراه شوف واش كي دارت قالت لهم ما تروحوش الله يفتحها وتجبدوا عليا لا بغيت تسقسوا عليا اروحوا غير تاعي هذه حقها ياك كي جيتي انت وسقسيتيني عليها قلت لك يا بنتي ما اش تبغي ما تسقسيش عليها هي دارتها شرع قالت بلي ما عادش بقات تخربق وقالت يا ماما ما قدرتش زعما تسامحني باسكو هي كبيره وانا صغيره لا حبيبتي انا ما نسامحك ما درت لك والو انا ما درت لك والو باش نسامحك ولات الدنيا القلبت الكبير يسامح الصغير عينو احبس هنا طب مفوا اسمع فيا انا ما نكذبش انا نقول اللي يا ماما 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 هذا الكبير الكبير هذا ديما منه الكبير هذا ديما منه العقل وانت انسانه كبيره ونعرفك انسانه طيبه والناس بكري قالك لي فات كلمه فات ما عرفوش فات ايوه كريم وهنا أيوة. المسلمين على بالك باللي الاعمال تطلع من الاثنين للاثنين اللي يعودوا متخاصمين ما طلعش اعمالهم ما طلعش اعمال اعمالك على جال على جال كلمه والله فرنا مسلمين وقال لك المسلم من سليم الناس ومن لسانه قوتيها وراهي كي بنتك راهي كي بنتك وما صرا والو حتى وغلطت فيك بغض النظر غلطت فيك ولا غلطتي فيها زين انا بنتي انا بنتي باش توقف لي كيما وقفت لي هي يا مومو يا مومو بنتك بنتك لي من لحمك ودمك ومرات تقول لك كلمة يا اخي ما نكذبوش على بعضنا انا مش بشي خلاص والمسامح مسامح كريم وخلاص ونعرفوا منك العقل وكب قلبك ونعرف قلبك ابيض انت وهذا تحصل في حاجة جديدة وهذا مكان شكرا والله صح بارك الله فيك اخويا بارك الله يعطيك الصحة وليدي ربي يخليك شوفي نورة هاكلة وبعد الناس شوفي أنا الزين ما نعرفش دخلت عنده وعجبني كيما ولدي أنا يعني خطة شوف ما ما ندخلش عنده نخلي اللايف تاعك يتمشى بلا ما قال لي بلا والو على بالي ربي أنا اللي نبغي من قلبي بصح باش قد بنتي تبقى في ذاك اللايف يا ماما ما راني قد أمك على أنا قلت لك عندي 20 عام أنا قلت لك قد أمك وقيل لك كبيرة معليش ميمو فختي راكي أنت أختي وهي أختنا صغيرة ما فيها والو غلطت ما تزيدش تعاود تغلط شيطان دابا ما تعاودش الغلطه ما تعاودش شيطان الله يغلو ما تعاودش الا وليتي هي تقول هكا وانت تقولي هكا سماك ما تفرهش كيما قال خونا هذا وليدنا كيما حبك سميره نو شوفي الدومه على راسي والعين امراه مسقمه وما شاء الله عليها بصح نونا خسرت معايا بزاف انا ما جبتهاش اسكل يوم داروك جبتها انا ما جبتهاش في الوايف لا لا انا جبتها انا جبتها انا فهمتي قالت لكم ما تروحوش في الوايف تاعها وتجبدوا عليا اللي بغاني يجي عندي حقها حقها قالت لك اللي يسقسي عليا يجي اللايف تاعي حقها قلت لكم ما تقولوش ما تهضروش عليا في اللايف تاعي وروحوا اللايف هذه ماما هذه الطفله اللي تحكي معها انا خلق لي معها سوء تفاهم ورحت عند اكرم وحكيت معها عادي انسان يبقى يخلي الناس اللي يعرفهم في الناس قال ما تفهمتش انا واحد ندير حدودنا وياه صح مش معناها خاصمه تبقى بيناتنا واش راك لاباس مره تروح ليك ولا تجي لعندك المهم القاطعه القاطعه ماشي مليح قاطعه مش مليحه نيشان انا قاعد نشوف الزين ما نشكرش في روحي اقسم بالله ولا اكرم يقول لك ما جامي دابس جامي واحد قال لي تعرفوني ما تعرفونيش ويبغوني ويبغوني اي خالتي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ميمو الناس تبغيني اقسم لك بالله ما شاء الله عليك ما عندنا ما نقولوا بلاصتهم كنت زوجي ولدك وطاح في طفله ما تسامحيهاش هاكي قاسي شويه لا احسبيها مرت ولدك وسامحي هاي جافيه الرخي انا ما نجمش ما نعرفش يا ودي مشي مرت ولدها غير بنت هذاك
الى نكررها لها مليح بعد بعد علم تولد بحوت حبيبك الدومه على جوز. شوفي نوره رانا غايه، انا غايه هكا نضحكوا ونلعبوا بصح مو زعما ليش لا ليش يا اخي يا اخي دومه عليكم السلام. قلت لها حاجه ما عجبهاش الحال هي اختي تقعد في بلاصتها. ماما ماما كان قالت لك يا اللي فيك ولا يا اللي فيك واللي مش مليحه يا اللي ما وطيحتك القدر نقول لك حقك ولكن تاع تاع يا سلام اي طفله صغيره وفوتيها وانت راك فيك العقل وانت الكبيره كنت حاجه كبيره بنتي عندها شوف هيا هي بيضي قلبك هيا بيضي قلبك صاي تجمع عندها 30 طون انا ما كتبش عليك نو بيضي قلبك بيضي اسمح نسي نسي ما هي تجيب تقول انسي سمعتوا بالخبر ولا تجيبنا ولا تجيبنا سمعتوا الزواج ما تقوليش تقول الزواج كاميليا سمعت لا بوتفليقه مات الله يرحمه الله يرحمه لا يا صاي ما كان والو ما كان والو ما كان والو ما كان والو الماس وحشك المقلوعه عقليه الدومه الماس ياسمين لا هبطت شتي مشي هبطتها باش نطردها ولا لا هبطتها وطلعتها تما قيمتها وقلت ما شاء الله هي زحفت واش باغي ندير لها لا خلاص نسي ها نسوا لا نسوا كما قال لك واحد هضر هضر الزين عزي هضر وشوفي تحت فيها ولا هضرت فيها ولا لا هذيك صلوا على النبي صلوا على النبي شوفوا 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 مرات شوفوا مرات الانسان في داره يتعارك الخوه يتعاركوا الاولاد مع امهم يتعاركوا يضربوا بان نخرجوا الغسيل تاعنا قدام الناس تبدا الناس تطلع وتهبط غير ما كان الموضوع اصلا ماهوش كبير حاجه تافهه وكل واحد عزه النفس زاد كبراته الدومة حبيت تطلعي وتسكر اللايف وتحكوا فيها كخوت وتفريوها تعاتبوا بعضكم تلوموا على بعضكم وتفريوها وترجعوا حبابات كي بكري وخير من بكري اما اذا تبقاو انت قلتي ما راحش تلحقوا النتيجه حتى انا والله حتى انا وما شوفوا هاد القضيه هذه راهي غيان الناس راهم يتكاتوا الله يستر ويحفظ هذه كلمه وزلت وهذا هوتك وهوتيني وهذا ما فيها والو ماشي كلمه والله ما كلمه ما عليش اسيدي نفوتها لك وكلش وندير روحي كلي ما سمعت ما والو اسيدي ونجي عندك ودي عندي ورانا حباب ورانا اخوه عند الله رانا اخوه عند ربي حنا رانا كما لهنايا ما يقول واحد رانا كومين فامي تقولي انت ما نبغوش على بعضياتنا انا كيفاه انت يا كبيره انت تسامحيني معليش على قد ما تقدري دوما تقدري تطلعي تقدري تطلعي لي معليش صح معليش تطلعي دوما ما ظلمتهاش عند ربي والله ما ظلمتها والله ما ظلمتها صحيح ظلمتي ولا ما ظلمتهاش صحيح معليش صح صح نقولكم نقولكم كلمه ونهود تحطوا رابط تطلع الدومه والدومه تجيب نونا وتقعدوا مع بعضكم قاعده نتاع نساء وتفروها وتتصالحوا وتقعدوا حبابات والموت ما تعرفوها لا عند الكبير لا عند الصغيره نونا طلعي طلعي الدومه طلعوا طلعوا والله الدنيا ما فيها والو طلعوا نضحكوا ونزعقوا كل ما كان والو الله يعطيك الصحه وليدي تشويعه علامه طلعوا طلعوا يا الزين تاعي يا الزين تاعي يا الزين الغالي يا زين الغالي الدومه تفضلي والله حتى ما تكلمت بنتك هي اللي قالت اللايف وهضرت يا 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 خالتي يا ماما اسمعي والله والله تقعدوا ربتي عندك اولاد يا ماما ماما تقعدوا عندك اولادك متعاركين تخرجي تحكي قدام الحي قدامهم احنا ديك نهار قلنا نهضوش على الجزائر قدام الناس غير سمعيني برك سمعيني برك قلت لك ما نحكيوش على الجزائر قدام الناس موضوعنا نحكيوه وحدنا علاش تهضري موضوع خليها تطلع واحكيوا مع بعضكم اقفلي اللايف وبعدين كي تخلصوا الحكايه تاعكم افتحي عادي ونرجعوا لعندك وما كاين حتى مشكل الدنيا راهي في الدفه راهي مره هي طلعوا وربي ربي يوفقكم اللي فيها خير بروبليم بروبليم لي خلا والله حاجه ما كبيره غير الناس راهي مكبراتها مش كبيره مش كبيره الناس راهي مكبراته انا خليكم في امان الله وحفظه طلعوا في ارواحكم ان شاء الله نرجعنا لكم الصالحين ان شاء الله يا ربي الزين يا الزين الزين الغالي الله يهنيك ويبارك فيك كوميديا مرحبا الزين الغالي ربي يخليك تفضلي لا يحفظك
الله يبارك فيك ويهنيك ان شاء الله يا ربي. شكرا حماسة، شكرا. هيا طلعوا في ارواحكم وطلعوهم وسكروا. امينه كيراكي امينه. شكرا. وعليكم السلام، مرحبا. شكرا خويا الزين. بارك الله فيك زين، ربي يحفظك خويا. دخلي أدومة، دخلي أدومة ديما البقر، حط لنا البلاطو تاع الحوت مكل زيت وحطت كمية سمنا بقر. ها والله السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راكم تطعموا فوش راكي؟ الحمد لله وانتيا؟ الحمد لله والله، الحمد لله. شو عليكم تاتا نوره واش راكي كي مليحه؟ شكون اللي هود؟ والله رحمه كامل. انا ضيف ربي مقبل ولا نستنى قدام الباب واحد ما فتح لي الباب. لا ماشي انا، لا مشتك شو مشتك. واش راكم لاباس اليوم؟ انا بغيت قلت لك اليوم غنهار الديريات. امينه مرحبا بك امينه. تاتا نورا نسقسيك. وشنو؟ انتي اللي حضرت لك كي كان هذاك سلام احمد الله، كي كان هذاك الشيخ الياس. واه كيراكم نورا اكرم اموف كيراكي ادومه تحت. والله الحمد لله انتما كاع لاباس. مرحبا 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 ادومه. طلع لي ما طلع لي. مرحبا مرحبا. مجلس الصلح. والله العظيم عمو موف، عمو موف انت كبيره وهي صغيره. واه ها حبيبتي هي خطري فاتت قالت لي ماما، قالت لي انا شغلتني فيها غتي كي تعودتني وقالت لي اسكتي هدومه مانيش دايره تا بريفي نورمال. نعم مانيش دايره تا بريفي نورمال. واه راه نورمال واه نورمال اختي واه ما ضابي انا بريفي هذا اللي غادي نديرش بريفي فهمتي. علي صوتك برك يا ماما والله ما نسمع فيك غايه سامحيني. شوف التليفون يجيني دابا كان. واه تفضلي اختي. واش راكم؟ الحمد لله الله يهمني. واش ده كمين؟ نعم ما عرفتينيش. كيفاش ما عرفتينيش؟ شكون اللي تهدر؟ انا مومو. نانا تاتا مومو عرفتك بيان سور، انا نتبع لا باج ديالك. بالله قلتي لي هذاك الياس جاي يقرا. لا 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 هذاك الشيخ الياس اللي جا خطرة عطانا شو دار، قرا قران ودار مواعظ ايتو. حبيت نسقسي تاتا نوريدة هي اللي طلعت مع واقيلا هي هي قرات هي واه قتلتني بالضحك. يا حاجه ما فيش سالاتها لالا سبحه نهار سبحه قالوا لا على بالي شحال فيها تضحك. ايوه هذا كنا هاك يا خويكم بالدموع. سكتي ما تسكتي يا سكتي. والله ولطفي لطفي فاهم فيها وهي تقول انا ولا على بالي فيها ثلاثه وثلاثه انا كي ندير باش نعرف. علاقة كيف كيف؟ هل كتني بالضحك؟ تضحكت أميرة يضحك يضحك ما آمن له. يا حوجي شكرا هذه خولة نسيتك آمل خولة هذه خولة وينها؟ لا دي كاميليا كاميليا وا بصح ماشي خولة تاتا آدم الدومة يا حوجي. والله يا شكون اللي يعطيني شكون اللي يعطيني هذا الحي ال السلام عليكم. السلام عليكم عدومتي كيراكي. كيراكي يا شيراز ولا الحمد لله وانت صافا كيراهم ولا الدار والله الحمد لله صافا سلام جميل يا مع الدنيا محوالا. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك بارك الله فيكم مرحبا بكم. ادومه كاش بردو؟ ها جمدنا اختي جمدنا. انا في شنو نقول لك في سيبيريا شتي هيا شي معاك في سيبيريا الله يجيب الخير. نقول لك ناحي مود ابوني ما فهمتش هادي مود ابوني واش دي فهمتش جاهده مرحبا ابوني مود ابوني معناتها اللي دايره المود ابوني تنحي. ها تبي انا شاو دري
ما فهمتش شتي قالك راني في ساعة نقول لك نحي المود ابوني واش من ابوني لا لا بالك راهي دايره اللي يكونوا ابوني اللي قدو يدخلوا بالك هو راه يدخل يطلع البصمات ما تقدرش يديرهم دابا بالك فوالا هذه هي البارح ماما كنتي عند الماز ياك واه وكنتي دخلت انايا لقيت مريم ولقيت الماز يضحكوا صافا صافا منا ومنا وخليت كومونتير تحوتي مومو مالها ما قراتوش كنتي ترقدي في محمد وجيتي توسوس نقول لك الحق قريت نروح ما حضرت قلت انا ياك شفت المره ما قراتش خليها روحها وجيت خارجه من اللايف هما انا كي روحتي عاد قلت له الماز وانا ما كنتش دايره شد مريم مريم قالت لك مومو فقري الكومونتير تاع تقدمه قريتي تاع ريتاج وصلتي عندي وحبستي قلت مومو واش ما بيها لا قريته من بعد قلت له والله العظيم والله نقولك الصح تنويت شنو ماجي لا قلت كاينه حاجه ولا اكرم خوياك تعرف شنو نقولك انا مومو من الناس كي ندخل حتى تعود الدنيا الفوق التطوان لا شوفي شوفي انا وصراتي انا وصراتي من قبل كي راكي عندهم مرسي عمري منا راك فاهم واه واه لا نوضري صاري كيما الخطره نعم خطره ثانيه انا كنت تحت الكومونتي لا نورمال خطره ثانيه انا كنت الكومونتي كيما قايموني شروه قلت لهم قايمو الناس نونا سنتيني موف نونا قالت لي يا ماما قالت لي انا موف نبغيها قالت لي وكنت توانس في اللايف كي هودتني قالت لي يسكتي وهودتني وبعد قالت لي لا طلعتك قالت لك شغل لا ماما قالت لك شغل تبهدلت انا مع الجماعه كان شغل تحست هي غير هي غير هي تحست سي فريمون تحست سامحني عكا قالت لي قول بلي نونا ظلمتني قالت لي انا فاش ظلمت انا اللي هودت هي هي اللي هودتني يا ماما قالت لي ما ظلمتهاش انا ظلمتها انايا قلت ما ظلمتهاش درت لها قالت لي كنا نبغي نطلع اللايفات تاعها ونبغي نتوانس ونحكي هذه اللي ذات لها في قلبها هي درك راهي شان نقول لك فهمتيني مومو وعلى هذا هي مسكينه راح دارت قرانت قالت باش نجمع ونقصر مع الشيرات ومننا ومن الله يلعن ويخزي فوالا الله يطيب القلوب رانا لهنا من فامي والله يا عزيزه والله غير واحد ما يجيش نتهولوا عليه وخطره شتي هي نورمالمون كاينه قاعده واحد كيعودوا الجماعه حتى اللي راه محضرين كاع معنا كيعودوا زوز كاين ما بيناتهم حساسيه ما نفضلكم العزيز ما تنبشوش ما تزدوش يا علاه الاخرى ما جاتش لا فلانه لا ما جاتش هنايا ما تعملوش الحساسيه العبد كل واحد يدبر راسه كل واحد حر في نفسه خليها ما بيناتهم انا موموف والله ما بغيت توسع الحكايه هذه انا كان عندي الميسنجر وتكون غير موموف تعيط وتشد لنا في التليفون ودير فيها رايها لا ما يسمع بينا الدومه فهمتي واختي انا والله ما جبتها قولي لي غادي نقول لك على السواخ داروك انا ما جبتش نور هي اللي هضرت الاولى ما جبتهاش كاع وحده دارت اللايف هذيك نورا تبغيك وتبغيها زعما بغات تاع المبينات كما مومو بني على بالي انا فهمتي وحده النهار قلت لك كانوا يجوا عندي وسقسوا عليها كي راهي وراهي نونا انا سقطت ما هضرت ما قلت لا بي مرحبا بني على بالي على بالي كنت حاضره هي دارت اللايف هي دارت اللايف يسقسوا فيا انا يقولوا لي مالها نونا ما تدخلش انا للشيطان هاي والله هي دارت اللايف ياك لا تدخل برانيه تقرا ش تقول لا شقت لهم كي دارت اللايف وحده خبرتني كي دارت اللايف قالت لهم اللي يبغي يسقسي على نونا ما يروح حتى في اللايف يسقسي عليا سمعي جيت انا قلت لنورا قلت لها شوفي يا نورا راهي ما تبغيش كي راكم تهضروا عليا هنا في اللايف تاعي روحوا عندها وهضروا معاها هذه زحفه اسكو هذه تزعف لا 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 كل هذا عنده حريه التعبير كل هذا حر عمر وعليكم السلام مرحبا رشدي ما عرفتش قلت رشدي والله ما فهمتك رشدي هذه هي قصتي الاخرى ولا ما مش بطبيعتي انا نعير الناس لا اختي حنا تانا الله يوصلنا رب العالمين والله العظيم اليوتيوب هذا جاب غير المشاكل من الاخر والله لا والله العظيم الناس يضحكوا والله لا يا اختي يا يما العزيزه نادى احنا نبغوا نضحكوا ونلعبوا وهي دير لايف نروحوا عندها احنا كي نديروا لايف كيما كنا
لك خويا والله العظيم لا راني باغيها كيما هاك قسما بالله قهرهم عليها شويه ايوا بعد نجيو منا شويه بعد نروحوا شويه كيما كنا نحكوا دائما توجور نهار الاول قلت لكم حنا جماعتنا ليق واحد ما يزعف من واحد ليق واحد ما يزعف من واحد واحد غلط يا سيدي اسكت معليش انا عريشي راه زروك تعايرني والله غير اسكت قسما بالله غير اسكت نسكت ونروح عندها وندخل نورمال كيما يقولوا الباب اللي يجيك منه الريح سدو واستريح يا ودي انا الناس اللي تعزني اللي نعزها نعزها ونعرفها باللي الدره فيها تبغيني قسما بالله ما نسدك الباب تغيدني منها سي فري ما تغيدنيش ما تغيدنيش بصح ولا نورمال ننساها ونضحك ونلعب وماذا بيه العام حاجر يجيب لك المشاكل وتعمل وتمرضك وتعمل لك راسك مكان ده الله هذا بيه العام يجيب العام نعرف هذاك البنادم ما غاديش يفوتني نعرف هذاك البنادم ما غاديش يفوت واحد واحد او يكبر ما راهوش يوري للورا بياسر ها والله نضحكوا نلعبوا نفوجوا على رواحنا نتبهلوا واحد يدي من واحد دي الدنيا فانية هذه الدنيا فانية ما يبقى غير اه والله العظيم صح وهذا يفوت لهذا وخلا هما صغار يقعدوا حنا كبار وهما ثاني يقدرونا وهي رايحة هي كاعنونا تدخل ولا مرحبا بيها على العين والراس ما كان والو كي اللي ما كان والو نورمال نورمال راهي كي بنتها ونورمال ما كاش مشكل وهي ثاني تدخل هذا غير زقتك الدومه انت ونونا ما تناقريش في الدار تناقروا واه والله حنقولها حيت هذه مو فمي والله غير كيف كيف بالله يا لطيف يا ربي عينو حار الشاب الشاب تاني يزيد فيها شوية برك ايه هاو الحساسية ديك اللي ما بيني وبين هذاك البيرسون حتى واحد ما نتمنى حتى واحد ما يدخل روح ما بيني وبين قاتلك ناتالي هادي قالت هادي كل أخرى قالت ما تفراش كيما هاك قاتلك ناتالي هادي عينو صابتنا غني لهم هذيك الغنية العينين اللي كويني كنا لا مش يقول قالك في الانسان فليقول خيرا او ليصمت شفتوا حاجه امل برك انا رحت سمعت موفوف قالت فيك وقالت روح النونة اما موفا اني سمعت نونة قالت فيك وقالت عيب والله عيب احنا ما ضربناش اللي يتمشى بالخيط بجد مرحبا بيه واللي يتمشى بالخيط الحل الله يبعدها علينا لا غادي نقول لك غادي نقول لك واش انا قدمتها بحال هكا باش نقول لهم ما قدتش تسامحني باسكو هي كبيره وانا صغيره هكا طبيعي انا نسامحها هادي نونا ها وي حلي الله يفتح قالت لهم ما قدتش تسامح ويا ماما اي بهلوله بهلوله في الهضره ما تعرفش تهضر الله يفتحها بهلوله ما تعرفش تهضر صحه معليش كما قال لك معليش مرهوش نورمال ما كان والو صاي مرحبا بك فاطمه مرحبا بك حبيبتي مرحبا فاطمه مرحبا بك قالت لكم ناتالي وصالين الهضره يعطيكم ضربه الطبيب الخرده وما يدي نحكي لكم امين شنو ندير امين تاتا مو بيونس عينين ليك ويوني امير مرحبا بك ابتسام ولا ابتي ات ما عرفتش نقرا الله يجيب الخير واه ات بنت سلام 31 ابتسام وصاي 31 لو كان مش عارفه شكون يكون ياسمين جني في الناس اللي تدير هضره ما يداويكمش الله يجيب الخير الله يجيب الخير يا ربي الله ثبتنا الله يهدينا ويهديهم ان شاء الله امين هذا من الواحد سلتابيل مرحبا بك مرحبا بكم كاملين وصحة عشاكم وإن شاء الله يا ربي تفوتوا هاد السويعة بخير والضحك وزحاقة إن شاء الله ما كان والو ما كان والو كاع رانا لهنا كي الخوت وكي الخواتات تا واحد ما راه عنده غيظة بين واحد ولا واحد كاع نبغوكم وكاع الواحد كان ما يجيش علينا ما يجيش عندنا نتهولوا عليه حنا نتمناو له يكون مليح ما يجيش عندنا يكون مليح هذه هي اللي نتمناوها كونيكسيون ما يتقطع فاطمة مرحبا بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف راكم غايا؟ كيف راكم الغزالات الزوينه؟ المهم مبانا نعود، الله يصلح الاحوال اختي. هذا ما كان، هذا ما نقوله. امين يا ربي. كيف راكم غايا؟ ان شاء الله اجمعين. وعليكم السلام. الحمد لله سواله عليك. تحت ان شاء الله. هيا شكرا الدومه. تحت حبيبتي، بارك الله فيك الدومه. السلام عليكم. مرحبا بك فاطمه. كي راكي حبيبتي؟ السلام. لاباس زينه؟ كيف راك انت؟ لاباس عليك؟ بخير غايا الحمد لله. والله الحمد لله حبيبتي، ان شاء الله تكوني بخير صحه حشاك. بقى ما تعشيتش؟ ما كنتعشاش. يعطيك الصحه. نتاليا اختي انا كبدات نعيش ليها. يا نتاليا. لا لا ماشي ريجيم، ما بقاش عندي الفوليه ديال العشاء. شحال هادي من وين كاملين كاملين؟ صحه حشاك خويا. صحه. واش انت نتاليا صاحبتي؟ والله العظيم لو واحد ما يدخلش عندنا لا نتهولوا عليه. انا وحده كانت تدخل عندي افو من نشوفها كتبت لي كومونتير، تعرفي تم تم نرجع ليها نقولها توحشتك صافي لونطو. نتاليا كي شويتي الكبده؟ راكي شويتي لي الكبده يا نتاليا. شكرا رشدي. رشدي مرحبا بك خويا، كيف راك غايه؟ عمر مرحبا بك. باي عمر. مرحبا بك خويا عمر، كيف راك غايه؟ منورين كاملين كاملين كاملين، ان شاء الله تكونوا بخير على خير. عندكم كاش موضوع تهضروا عليه ولا والو؟ الموضوع ليك واوني وهاد قداقه وها اختي وها عينيا. يا خنايا ها هو الموضوع. عندك عينيا تغني لي على عينيا اختي. اسمعوا لا تخرجها غير كي نقلق. نعطيك عينيا تغني عليا؟ هاكي عينيا غني عليا. يلا غني على عينيا. يلا الله يستر لك العينين، الله يحفظ لك العينين. نعجبتني غنيه غني عليا. ايه هذه كل ما طلعت كاش لايف نقول السلام بها. شكرا حبيبتي امل. سلام. يحفظك. وعليكم السلام. نتالي عزك اختي، ما كيش تبادي نتالي، سمحي لي سمحتي فينا. لاباس عليك. سمحوا لي مامو غادي نهود ندير التليفون يتشارجا وراني في الاستماع. صح. شكرا ربي يحفظك. هاكي مسامحه جاي يا حبيبتي. يا يا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. امولا قلبي اهلا وسهلا بيكي، كيف راكي غايه؟ كيف راكي حنونه؟ هضروا لنا على الاستاذ، شكون مؤيد وشكون معارض؟ انا مؤيده للاستاذ. مالي الاستاذ؟ انا راني معاه. انا مؤيده ثاني. واه راني معاه. ما عرفناش لي استواغ ادور راح ازيد هذاك الاستاذ تطمومو. فهذاك الاستاذ كان بنيه بنيته صنية مليحه لا بيبان والله. ما عرفتش كيفاش يوجه الرساله تاعو، بصح كانت نيته باينه. ما عرفتش كيفاش وقال له ودخل روحو منا ومن ليه وحب يتحكم فينا ومننا. لا في بال. لا والله لا راني نشوف غير ما قدرتش نقطع الهضره برك، راني جاي نشوف فيكم وديجا كونيكسيون راهي سافا با عندي سي فرصه. كي راكم كاع وي بصح ما شفتش كيما حنا نقولوا البنات اش كانوا لابسين، ما فهمناش اش كانوا لابسين. يعني شوفي طاطا مومو دوك هما ماما وانا ثاني ما شفتش البنات، بصح ماما ولا واش البنات ما كانش يقول في حاجه غلط. انا ما كانش ما عايرهم ما طيح لهم من قيمتهم ما والو. مرحبا إكرام. قالهم لباس محتشم وسلام عليكم، واش فيها؟ هذه أي واحد يقولها. شقالهم ديروا جيبان ولا حجاب شقالهم؟ لا زعما صدر أرواحكم. قال لباس محتشم، ما قال لا جلباب لا نقاب لا ليكون لا والو. قادرة تلبس سيفيليزي، المهم المستورة. محتشم فوالا. صح. أدروك شنو يديروا طابليات يقطعوهم. طابليات راهم يقطعوهم. الاستاذ هذا ماشي غير هو اللي يهضر هكذا، ما تخرج برا الطفله تلقى الناس اللي يقولوها لها. جاهم هذا الاستاذ في الطريق على العين العوره ما عجبهمش الحال. انا مؤيده للاستاذ هذا، اللي عجبه عجبه اللي بعده شيخ بطراسه في الحيط. فين هو الاستاذ هذا؟ استاذ جزائري تكلم مع طالبه من الطالبات ديالو، يعني كنصيحه عطاها لهم، قال لهم يعني لو من الاحسن تلبسوا لباس محتشم. داروا عليها داي داي. وهذيك الطالبة جابت بوها ودار بروبلام. وهذيك الطالبة جابت الوالد ولي أمرها، ولي أمرها خلو دير في الموضوع وقالوا مش دخلها. يعني زعمت لك أخلي معاها. بصح بصح هو كي قال المدير كي عيط له، المدير كي عيط له
هضر معاهم بعد الغدوه من داك صاب روحه مطرود. قال لهم ما سنيت الورق ما والو. العساس قال له ما غاديش نخليك تدخل باسكو جا مع المدير. نورمالمون لا نورمال مدير حاجه يفوت كونسي ديسيبلين ويفوتو ماشي تحاوز. قال لك قالت لك ناتالي كانوا لابسين من غير هدوم كما قال عادل الامام. والله لا نورمالمون ماشي ما يتحاولش نورمالمون يهضروا معاه الاولى صحابه كاينين هادو يعني كيلبسوا بحال ما لابسين والو يعني كيهضر معاها خصها تسمع بصح. لا لا الاستاذ اسمح لي خويا اكرم مربي كاع ما يجي ويدير داك الحاله. لا لا خويا اكرم اسمح لي الاستاذ ما يجوش مجلس تاديبي يديروا عليه الاساتذه. شكون المعارض شكون ويجي هذاك اش يقولوا له المفتش تربيه والتعليم باغين سقسي هذاك اللي يضرب تلميذه ديجا صرات هنايا صرات قدامنا واحده نعرفها ضربتها البروف. لو كان تشوفوا كي ضربتها قسما بالله لا تقول ترينت فيها الجيدو مقبوشه من الوجه شعر مقطع قشها مقطع مقبوشه من كل جهه وطريق العين زرقاء شداوله. هذيك البروف على ما يحاوزوهاش احنا يا بلاد العنف. بس لا باسكو لا ما فوتتها ما قلت لهم والله ما نسمح هي وفيها سمحي 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 ما عليش كنت فوت. قلت لهم والو والو نفوتها نفوتها في الشرع ووقفت معها في الشرع عندها الحق. هذيك وا يجوز مي بس باش غي هكا تاع روحي سطري روحك يديروا فيها يحاوزوا الاستاذ. لا نا كانوا شاريينها له من قبل انا نقول ما جاتو غير هذه سبه ولقات خوتها. لا اودي ما يحبش ثاني. شوفي شوفي نروحوا ونجوا نروحوا ونجوا الوالدين والوالدين هما اللي عوجوا بناتهم وولادهم الوالدين. كيفاش هي تخرج لك اللبسه هذيك ايوا من بعد بناتي اغتصبوها بنتي داروا لها بنتي راهي سطري بنتك ما يشوفوش فيها. يا ودي رانا نشوفوهم اللي قراو في لا اله الا محمد رسول ودخانوا يكموا. انا شفناهم انا نشفى على روحي قبل ما نخرج من الدار يما دير لي سكانير. باسكو لا نصعر بها هذه تقول لي واه ما وانت حولها كاع يما فوق الجامع انت حولها كاع فوق الجامع. انا ما يجري فينا لا ما كنا احنا زوج بنات برك ما يجري فينا لا ما دايرين لا ما وما نديروش المشاكل مي سكانير جوزي جوزي عليه. ثاني طابليات تلامي طابليات يقطعوها على تقطعها طابليات تحت على تقطعيها وطلعيها الفوق في السرة. يا اخي احنا في وقتنا ما كناش نقطعوا كانوا يجوا الطابليه تغلقها حتى القفله الاخرى. نورمالمون لباس محترم سي فري هذه كاين قانون تاعها. كيهضر الصحبي بنا مسكين عشا مطرود يلقى في جهه واحده اخرى يندب عليهم. اكرام ثلاث ايام راني حليت افون تي بقينا حليت اكرام حليت كتيام هكا حليت ماشي الحل دائما الاستاذ ما يطردش غير هكا كاين التربيه وتكون شكوى ضده صح لا فيبل صح. قالك الاستاذ ما لا يطرد غير هكذاك برك كاين التربيه كاين مدير التربيه وتكون شكوى يعني فريمون شكوى يعني شكوى توصل للاكاديمي لازم يكون ثقيل لازم يكون يوزن والاكاديمي وما اللي الاخر ماشي المدير ديرك راك حابس ما ثنيا ما والو طردوا داروا له الطرد تاع السوفي هكذاك برك زعما راني نقول لك سبه ولقات خوتها كانوا على باين شخصيتك. هذا المدير هذا المدير مين جاب هذا القانون من راسه ثم كيما هكا رانا في زريبه عايشين. نورمالمون مدير لا يعيط لاكاديمي يجوا يهضروا يديروا اجتماع. قلت لك اي كلام كون عندي بنتي كبيره كون زوجتها له لمن يزوجها للمود ولا الأستاذ؟ الأستاذ شكون هذه إكرام؟ ها زوجيها لي هنا إكرام زوجها الأستاذ يدير لها لا زوجيها لي أنا لا لا صراحة الوقت هذا اللي جاي يهدر في الحق كيتسمى ما مزيانش يعني كون جابها مربيها وهو مربي كاع ما يدير هاد الحالة كلها. رانا عايشين في مجتمع التنفيق والكذب تعطني فيق وكتني فيقي وتكذبي يموتوا عليك تقولي صح ما يبغوش. والله قال لك ريال عمر اللهم احفظ عبادنا الصالحين الذين يستمعون قولا فيتبعوا حسنا لهم امين رب العالمين. امين يا رب امين يا رب العالمين. ما عندهمش الحق يحافظوا سيفري كاين بزاف ناس قالت لك وحده قالت لك انا تبان لي كاينه قضيه كبيره والله اعلم نور نوره
القضية الكبيرة اللي الأستاذ يتحرش ببنات ما يحاوزوش تما وجابدين لي فيديو. كاينه لي فيديو ديجا يدوروا كاينين الأستاذة تاني تتحرش بالتلاميذ تاعها. بصح نور، بصح نور نورا قالت لك لازم تكون لجنه ولازم كاينه حاجه، هذه قضيه كبيره. ما ظنيتش على النصيحه وابلي بنت عنده لي زيفول والله اعلم. بصح نور نورا لو كان جات قضيه كبيره يعني حاجه ما تتخباش على الشروق والنهار، يفضحوه يفضحوه. لو كان جات غير نورا نورا مرحبا اختي كيف راكي ان شاء الله تكوني غايه، هذا وين شتك؟ لو كان جات فريمون قضيه كبيره وفيها حاجه ماشي مليحه ولا غير يفضحوه، ما يجوش هكذاك. جابوا السيد اللي كان تضرب فيه مرته ويجيبوا هذا ما على حاجه. نو غير تقسيكم تعقلي هذيك الاستاذه باتنيه جو بونس ولا ما اسمها فاطمه، تعقلي حقك شدير تصور تلاميذها تعقلي وحاوزوها نهار في الغبريط. السلام عليكم. وشو كيفاش صورت تلاميذها كيفاش صورتهم؟ شغل نورمالمون والله ماني عاقل لي ستوار كي دايره، بالك نتوما راكم عاقلين دراما تحت فكروني بها. نورمالمون مجمعين كاع كيما هكا دايره فوطو هي وياهم، نقاسها نورمالمون فيسبوك نورمال. السلام عليكم، عدنا. وعليكم السلام. عدنا والحمد لله والسلام ورحمه الله. زين زين زين، تعقل هذيك لي ستوار تاع الاستاذه ماكش عاقل عليها تاع اللي صورت تيلي؟ ايه نعقل لها هذيك اللي بصح عندها طريقة في تاع الجلفة وقيلة ولا لا لا. الو الو نعم الو الو مرحبا تاع الجلفة هذيك اللي عندها طريقة في التعليم وتهرب بزاف ما نعرف، حب يتفكرها احنا ما نعرفوهاش، هو حب يتفكرها وحب يعرف شكون هي راه كاينة استاذة مرة. لكن اخوتي احنا ندرسوا الموضوع بعقلانية، دروكا معنا لكش ما معنا واحد يخدم في مديرية التربية، اسكو من حقه الأستاذ أنه يتدخل في التلاميذ وفي حريتهم الشخصية أنهم يتحجبوا أو لا بغض النظر حلال ولا حرام؟ ما عندوش الحق. إذن هو أول حاجة هو اللي يتعدى، ثاني حاجة حتى ما تعدى تعدى. ما تعداش صديقي. لا لا أخويا العزيز ما تعداش. صبريني أختي دروكا أنا كنقول لك إيوا صافي يا زين، الخطرة الجاية الخطرة الجاية يجيبوا كارو ويبقاو لكم يولي في القسم. لا لا يسمحوا لي، مش مسؤوليته هو، مسؤوليتي دير تقرير ما قادر يكون حرجها قدام التلميذات. اول حاجه هو تعدى على القانون لانه مسني كونطرا، مسني في الكونطرا هذيك عنده حقوق وعنده واجبات نورمالمون هكذا. اول حاجه اول حاجه هو اللي تعدى. دروك انا كنت نقول لك انت يا فاطمه ماكش متحجبه، تقولي لي واش دخلك فيا، حريتي الشخصيه ولا كدين وكلوي ولا ديني، انا يا متبرجه وراح نقابل ربي، ما عنده ما دخلك فيا، ما عنديش الدور. دوك انا نروح نلقى واحده في الشارع نقولها تخلقي ديري حجاب، ما عنديش الحق، ما عنديش الحق. لا ولكن هو ما قاش في الشارع، هو كي قاريها في الصباح والعشيه. لا مفروض هو، بصح هذا استاذ، هذا استاذ، هذا استاذ. علاش كيقولوا استاذ ديال التربيه؟ كي ربي التلاميذ. تفضل يزيد فضلك. هذا استاذ، استاذ موجوب عليه يحترم ويحترم. أستاذ كيجي يقري يعطي معلومات يفيدك. معليش كاين يعطيك معلومات ويفيدك وممتو وفي نفس الوقت يعطيك تربية وأخلاق، هذه ما تقوليش لا. شوف شوف شوفي كاين دوكا أنا في الموضوع هذا يبان لي فيه عدة أخطاء. الخطأ الأول وشي هو؟ أنه الأستاذ تعدى على حق التلميذة، قادرة تكون حرية شخصية إذا أبوها ولي أمرها وراضي لها بالشي ذاك، وأنه مش معناها الأب أنه صحيح. أنا نقدر نقول لك حتى الأب ديوث لأنه راح يدافع على متبرجة وكان سبب في أستاذ صح. والأستاذ صح. على حق دينيا على حق ومطالب أنه ينصح، لكن يعرف النصيحة نصيحة أمام الملأ فضيحة. لو كان كنت جي أكيد 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 نجيبك الخاص ونقول لك الديفون تاعك هاو هكذا وهكذا وهكذا أكيد. لا النصيحة قدام الناس فضيحة وي فضيحة، قادر يكون فضحها حرجها، قادر نروح أنا كي تجيني بنتي تبكي وتقول لي باباها واش دار لي واش دار لي، كاينه واحد الحميه فيا حتى وراهي غالطه تجيني الحميه بنتي دير لها كيما هاك استاذ. شكون هذا الاستاذ وماهوش دوره اني لحق المعلومه يتاخذها الطالب ولا ما يتاخذهاش، هذاك موضوع واحد اخر. انت عندك درس تقدمه. الخطا الثاني من المدير، المدير مفروض انه يدير تقرير مديريه التربيه وهي تراسله المدير ولا رزق بويو
ولا يفصل مع العساس، هذا موضوع واحد. إيه واش تحب؟ الاب مخطئ، الاب مخطئ والتلميذة مخطئة. بصح ما نكذب، ما نكذبش عليك خويا العزيز، انا مؤيده للاستاذ ماشي عارضه. ما أنا مع الاستاذ، لان اسمعيني اختي، انا مع الاستاذ، مانيش ضد الاستاذ، انا معه انسان راى منكر فليغيره فبلسانه فذلك اضعف الايمان. هو بالك كانت عنده نيه صالحه والناس يقلبوها، باسكو كما جات عنده نيه صالحه ما يخرجش ويهضر. ايه دوكا الواحد اللي شاد في دينه، واحد دوكا الوقت اللي رانا فيه، الواحد اللي شاد في دينه كل راه شاد على جمر. يا اكرام المفروض واحد يعرف كيف هو قدم النصيحه. اذا كنت ما تصليش نجي الناس نقول لك ايه تي لا ما تصليش تي كي كافر على بالك. نو هذه باينه، هذه معاك انا، هذه معاك بصح كان جايبك على جهه ونقول لك يا اكرام راه تارك الصلاه كافر، والفرق بيننا وبين اليهود ترك الصلاه، راح نقنعك. راك فاهمه ولا لا؟ صح. كل واحد اخطا، التلميذه اخطات انها لبست لباس غير محتشم، الاب اخطا انه ولا ديوث دافع على بنته، الاستاذ اخطا انه نصحها وهو مش من صلاحيته الصالح، المدير اخطا انه فصله وش اسمه. احنا جينا نروح نلعبوا دور، يعني كل واحد عنده زيدوا كي راك تقولوا له انتم اخطاء واخطاء. يروح الاكرم كمثال، ما تقلقش مني خويا، عندك بنت خالتك تلبس سروال، عندك بنت خالتك تلبس سروال وتروح به، انا عندي بنت اختي، عندي بنت خويا، عندي، رانا المجتمع نتاعنا وكل رانا هكذا. بصح كي تعود الموضوع بعيد علينا نحبوا نبعدوا. عندنا هذا الحجاب هذا، عندنا كاين اللي راه يديروا كاين اللي راه ماهوش يدير، والله لا نتوما صابرين. نيشان راني معاك. لا كاين اللي ماشي دايره بقناعه ومشي مطبقه. هذاك الشيء اللي دير الحجاب بينها وبين مولاها، واللي ما دارتوش بينها وبين مولاها. اكرام والله يا الحجاب له عامل اساسي ماشي في الدينه، باه ما يكونش غلط. الحجاب فرض مؤكد ما فيهش نقاش، لكن ما هوش مقياس انه صلاح الطفل البنت. كاينين ياما عرفنا الناس بحجاب وبجلباب وخارجيت على الطريق، وياما بنات هذه كاينه وما شاء الله. اذا الحجاب ما هوش مقياس ديني، اكيد لباس شرعي. اكيد لباس شرعي. دوكا نسالكم سؤال، انتم هل مع توحد في اللباس او لا؟ يديروا توحد في اللباس كما في مصر، الدرك كل يلبسوا كيف بعضهم، البنات كل يلبسوا كيف بعضهم. يعني انا مع اذن الدور نتاعكم كمسلمين وكجزائريين، بارطاجيو ولحقوا الصوت نتاعكم باللي رانا مع اللباس الموحد. الطفله دير خمار والطفل اللي يلبس لباس محتشم مش ثاني يروح بنطاكور. يا خاوتي راه كاين واحد الازدواجيه. صح نأيدو، بصح سي فغي. اسمح لي خويا زين، اسمح لي والله غير هذه برك نعطيك انا مع اسمع لي اختي هذه برك، كيفاه طفله تروح لابسه مين يجيب رخصه سياره؟ انا زرات معايا وانت تلبس قشابيه يقول لك انتردي. كيفاه تجي داخل جامعه هي لابسه فوق الركبه، يخليوها تدخل وانت لابس بنطاكول للركبه؟ يا ما نروحوش بعيد ما نروحوش غير وين يقروا، نروحوا غير لابونك. نروحوا غير لابونك باغ اكزومبل، لابونك لاميري، نروحوا لاميري ولا بوست باغ اكزومبل. تدخل الراجل يدخل بالشورت ما يخلوش. بصح المره لو كانت تجيب الميني يشوف فيها ويقولها تفضلي يدير لها هاك بيدي. والله يا اكرم والله دخلت الولايه جيت داخل قال لي وين راك رايحه؟ قلت له لا، قال لي لابس قميص. قلت له القميص؟ قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص. انت تجي تقول لي، قال لي روحوا اخر مره، قال لي اخر مره تجيب بالقميص. انا صرات قدامي في لابونك، نقله انا قدامي في لابونك حاجاكم، انا لابس شورت ما خلانيش ندخل، حبسني والمراه وشيره قدامي والله لا بالميني. قلت له كيفاش هذه تدخل وانا لا؟ قال لي قانون كيما. قلت له مقاسما بالله غير دخلت، قلت له ندخل هي دخلت انا ندخل، تخرج هي نخرجها. احنا شوفوا شافيه كيما هكا، شافيه يعني كيما هكا، قال لي يا صاير روح. احنا يعني باش ما نخرجوش على الموضوع، كنا في موضوع الاستاذ والبنت واش قال لها منا. راكم تحكوا على الاستاذ والتلميذ، ما تخلطوش باش ما نخرجوش من الموضوع. لا هو هو في الاحتشام موضوع الاحتشام والموضوع الاساسي صح التلميذ، لكن ما خرجناش على الاطار الاحتشام. حتى الطفله الموضوع نتاعها اللي طرد عنه الاستاذ هو الاحتشام. تفضلي زيد فضلك. الاخ اللي قال اخ اكرم توريس كي قلت الشاه،
في الشورت كاين دي بنك في البلاد ما ممنوع تدخل بالشورت. بس على الشيره لا تدخل بالنيني. اداره تمنع، اداره تمنع على خطر يقول لك الشورت سبور ماشي كلاسيك. هي وصاي والشيره ثاني الميني ثاني كيسمو الشيره الشيره كيما تكون انت شيره تلبس الميني هي تتابع شورت 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 ماشي الاخر. كنت لابس شورت جين صح. قولي لي القشابيه، تعرفي القشابيه؟ نعرفها القشابيه وتعجبني القشابيه. علاه انا كنلبس قشابيه يقول لي مخالفه، وهي كي تلبس حجاب يقولها عادي الدستور تاعهم. الدستور ينص على هذا ولا ينص على ذاك. يا اختي نقول لك، انا نقول لك، انا نقولها لك من التالي، وعلى بالي راح تكونوا معارضين لي. الحرب ضد الاسلام بمعنى او باخر، الدين اتى غريب ويعود غريب، ورانا نشوفوا في فرنسا الدنيا تبدا جهل تكمل جهل. وراكم تشوفوا في فرنسا، وراكم تشوفوا ماكرو وين لحق الموضوع الحجاب. كيف يخدموا زين هنا بالحجاب وخدامات قالهم لا هنا بالحجاب وصح صح تماما، هنا بالحجاب وخدامات صح دايرينها عقابهم يحقرهم شويه بصح خدامات. لا 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 كاينه حقره، وكاين وكاين حتى النظام الفرنسي كاين عنده ضد الحجاب بصح تخدم، بصح تخدم حتى في الجزائر تخدم، لكن كاينة عنصرية ضد الحجاب وراهم يسعوا هذه وين تروح كاينة. لا لا ما المفروض بصح ما تنساش بصح ما تنساش فرنسا بلد، وحنا بلد، فرنسا بلد عندهم الدين تاعهم، وحنا جزائر عندنا ديننا يتسمى ما نخلطوش. لا لا قرعوا قرعوا لا لا راني فاهم المنطق شنو دخل فرنسا في الجزائر. لا دخل عندها دخل في الجزائر، احنا نهضروا على الحجاب ماشي فرنسا، نهضروا على لا لا اسمعيني ما تكونيش عندك اسمعي مش كي عندها في فرنسا تدافع على فرنسا. ماكرو شفناه وهضر ضد الحجاب وعلى بالنا باللي لا لا مانيش ندافع مانيش ندافع. نو 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 اسمح لي خويا بالك ما تفهمنيش، اسمح لي نقطع لك كلامك، قطعت كلامك بالعسل. مانيش ندافع، راني نقول لك كل واحد ودياناته. دوك هو يحارب الحجاب هذاك شيء يخصه هو، باسكو مسيحي راه في بلاده هو حر. ايوه انا ما نروحش فرض عليه ديني. معليش بصح تسمحي لي اختي، بصح انا نفرض عليه مالا شونتال اكسيون اكيد تفرض عليه، يكونوا في بلادك تفرض عليه من حقك. لا انا درك انا كنت عاد تجيني فرنسيه وتجيني ملكة متبرجه ونهضر معاها كي تخرج لها، تخرج لها قانون اللي ما تمشيش فيه متبرجه في بلادنا. شوف 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 احنا 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 بلاد، احنا بلاد مسلمين، كاين شي خدمات انتردي الحجاب صح كاينه كاينه. هنا هنا في لاجيري كاين انتردي الحجاب، وهذيك وهذيك اللي قلت لك عليها اكرم، لانه الحرب راهي ضد الحجاب، راهي حرب خفيه ضد الحجاب. يعني ما نغطيش انا جارتي الحجاب. انا جارتي كانت في بلاصه شابه على الحجاب، خرجت قالوا لها انت يا الخدمه يا الحجاب، قلت لهم الحجاب. لا وانت لا انت كنت عود بلحيتك تشد منصب علو، كش ما نهار شفت وزير بلحيه وقميص؟ لا جاوبني لا. اكيد لانه يخلص مالا. بصح راح نقول لك احنا في بلادنا في السبيطار هذه ما تعرفها لا طبيبه لا فرمليه لا فام دو ميناج. لا هذيك هذيك لا هذيك عندهم لباس لباس خصوصي، نورمالمون فام دو ميناج عندها لباس غوز. لا 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 الفرمله الفرمله يلبسوا فير بوتي ماشي الفير فرونسي. طابليه بيضاء نورمالمون باينين هما. لا مدنيه والشرطه حنا اللي هنا فام دي ميناج تلبس لك طابليه هاك تجي تشعل بيضاء، تعرفها بلي اسكو فام دي ميناج تسمع طبيبه. لا ما مي مي بيناتهم مي ما تقدرش تعرف شنو راهي الفرمليه وراهي طبيبه وراهي. ولكن تدخل فام دي ميناج دخلني شكون انت تحسبها طبيبه؟ هي فام دي ميناج. اكرام واه اكرام ماشي اكرام ماشي اكرم اكرام اخي اسمها اكرام. اكرام انا سبت لا الهضره اللي تقطع سي بور سا ما كاش شكون اكرام هنا؟ انا كاميلا ما كاش اكرام. لا كلكم كاميليا كاميليا انا غلط برك كاميليا. هذا الاستاذ هذا تاع الشريعه اللي ينصح الطفله يعني ما معاهش استاذه، ما معاهش استاذه متبرجه؟ معاه اكيد تكون كاينه استاذه. وهل يجرؤ هل يجرؤ انه ينصحها؟ انا نقول يجرؤ. ما انا نقول لك لا يجرؤ لان راح توقف له مسمار جحا. ونقول لك والمفروض الاولى المعلمه اولى بالتربيه على التلميذه، لانها هي
هي المربيه يقول لك احنا عندنا ازدواجيه وهذه هلا غالب الازدواجيه قاتلتهم في البلاد. احنا ديمقراطيه، اللي يبغى يلبس يلبس، اللي يبغى يخربق يخربق، ديمقراطيه. من اللي جابوا تفليقه ولات الديمقراطيه؟ من قبل ما كانتش ديمقراطيه. لا لا لا، دي مفصول، اسمعي هذه مفصول فيها قبل 14 قرن، لكم دينكم ولي ديني كل اخر. هذه باينه، هذه مفروغ منها، هذه باينه مفروغ منها. دير راك تخلط. اوكي يا نونا، غير بقول لي السلام واش راك، هذه عندي يامات ما شفتك راك تخلط. انا نقول علاش نقول لك مؤيده للاستاذ، لانه هدر حاجه تاع حق. يمكن انا ما كنتش حاضره، والقيل كما يقول القوري لي زوندي، القيل والقال طوك ما شفتش العين ما نقدرش نحكم، بصح هذا على حساب واش نفهم. يمكن الاستاذ عطالها هاد النصيحه بنيه صالحه، ويمكن ما عرفش كيفاش يوصلها المعلومه، والطفله غادها الحال قدام التلاميذ. اذا يتحمل مسؤوليه النصيحه نتاعو ويتحمل اجره عند الله وكفى. هذا ما كان بصح مؤيدين يا اخي. لا لا، هو مش مردود، اكيد صح. شتو مين راح للشروق؟ على ما يديرش قميص ويدير شاشيه، على ما يديرش قميص ويدير الشاشيه ويرو، على داير السروال تاع الجير مزير بيستا تاع كوير جان. بصح هذا طموم وفعله مفروضه، القميص والشاشيه مفروضين، مفروضين السروال مزير. شتي شكل لابس بالك بالك القميص بس عادي. لا لا، بالك في القانون، في القانون بالك، مانيش عارف اهل التربيه ادرى، بالك في القانون، في القانون ممنوع القميص واللحيه مثال. لا الامام اللي عم يطلع سي تضمون سي كاينين، هاي لك لا بونك، هاي لك لا بونك، شوفي شوفي واش ما يقبلوش في الامام. مش كي يدخلوا للاذاعه بال لا لا حاجه، هذوك ائمه تضمون، هذوك ائمه بصح هو داخل في الدين، هو نورمال يقول لهم ما نقلعش. بصح ماشي امام، وي بصح تاع الاسلام، هو تاع تاع اسلاميه. انا كبيره كنت هنا نور، رحت وعاودت وليت برك ليكم ملك الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله هاري العمر، ان شاء الله ربي يكون مع الجميع. إيه؟ يا ربي على بالي، ولكن تحب خير سلسابيل. وعلى بالي اسمعي اختي، انت قبيله راك تقولي لي على بالي ونفهم في الدين، وعلى بالي كل ايه ولها موضعها، لكن تقدري تطبقي الامور. حاجه الحلال وبين والحرام وبين، والمتشابه فتجنبوه. الحرام باين والحلال باين، وكاين الشبهه أكيد. غير جبدي عليها أكيد. باه تجي تصحي لي بارك الله فيك على التصحيح، ولكن كل اخر ليه دينه. درك انا كي تجيني كاميليا وتقول لي نلبس متبرجه ما عنده ما دخلك، انا عليا غير نقولها النصيحه وما عنده ما دخلني. تلبس الروحه هذا مكان، هي اللي هي اللي تدخل قبرها، مانيش انا راح ندخل قبرها اكيد. ما راحش تحاسب معايا. كلوش مرحبا، مرحبا كلوش، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله. كلوش كلوش مين تعرف عليها تخلط؟ كاين ناس ما تعرفش الشنطه لوش راهو يخلط في العزيزه، ما راهوش يخلط. انا نهضروا بالعاميه اون جينيرال. لا هذه الطفله هذه ثالثة، هي تقول لي اختي ديزولي لا خلط دوزي ليا انا ما انا نحد شكون الشنطه؟ الشنطه الوهرانيه، الشنطه الوهرانيه نحتا داوريه سيرك تخلط الاستاذ مسؤول عن التلاميذ من حقها. نعرفها يا يا نور، يا نور يا نور، اذا كان الاستاذ ينور الأستاذ مسؤول على تلميذة من حقهم ينصحهم، لكل مش يفرض عليهم من حقه ينصحه. ما كبروا هالتبالي قضية أكبر، بلك أكثر من التحرش بتلميذة، ولا غلطوا، ولا غلطوا تغطية إعلامية والله أعلم. يعني هي كل شيء ممكن، بصح مع الشروق والنهار يا أختي كلش مفروشة، ما عندهم ما يغطوا. لا لا لا، اسمعوا يا خاوتي خلينا نتفهموا حاجة. إذا كان أنتم رحتوا سنيتوا كونترا مع مدير التربية في القانون، هل عندك صلاحية أنك تنصح؟ إذا كان عندك صلاحية أنك تنصح أنصح، إذا كان ما عندك صلاحية حركة تعديت. دروك أنا كي نخالف قانون المرور نمشي سرعة 160 كيلومتر في الساعة وندهم واحد نقتلو، أسكو أنا قاتل عمدا ولا مانيش قاتل عمدا؟ إيه قاتل عمدا، لأني تجاوزت السرعة وخالف القانون. هذا السيد راه خالف القانون، اذا 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 انا على حسب فهمي انه ما عندوش حق يدخل في مواضيع كي هذه. اما اذا كان عنده حق فانه قرار تعسفي ولازم يعاد لهم العداله. بصح نسقسيك زين زين، كي راك تحكي على الدين ومن بعد حكينا شويه عليها، انا بالجلابيه ما قبلنيش، وحده بالمين قبلها،
دوك راك تهضر هكذا ومن بعد تهضر على القانون وتقول القانون اذا يملي عليه النص والقانون والدستور يقول كذا وكذا هو ما احترموش القانون علاه سقسيك على في الدين عندنا قوانين يخي الدين باين وهذا من قلتها الحرام باين والحلال باين في الدين باين وش الحاجه المليحه وش الحاجه المليحه حاجه اللي ماشي مليحه يتما هو اهضر لا لا اسمح لي خويا يتما هو اسمح لي تما هو هضر مع التلميذه تاعو على ما ينص عليه الدين وليس على ما ينص عليه القانون سهله ماهله اي بس اللي قلتها لك اختي قبيله قلت لك اذا كان هو متقنع بالشيء هذا يتحمل مسؤوليته هو قال كلمه وعشى بيت على الظليمه عشى خبز وما كانش عشى اذا يحوس على وجه الله ونصح على وجه الله ما لا يتحمل وراح يكون عنده أجر كبير عند ربي لأنه نصح نصيحة أمام الملأ وقدام 40 مليون راه ما ولدش في 40 مليون ولا العالم وكل يشوفها أما إذا كان سلسلتي فاش رانا نخلطوا أختي رانا نتناقشوا نورمال واحد يدي من واحد فاش رانا نخلطوا إلا عندك حاجة سلسلتي إلا عندك حاجة تقنعينا بها طلع أختي وهضري يا طاطا مومو فيك معليش ما راناش طاطا مومو يا خالتي انا لست ادعو طاطا مومو فيك نورمال واش انا نهضروا ما نخسرولكش البث هو نورمال انتما كنت تهضروا يا واحد فهمتي كل واحد وشبغي اما لا نقول لك اختي سلسبيل اذا ما عجبكش الحال خرجي من الاخر يا سلسبيل انا نقولها كلمه برك انا لست ادعو الى دين جديد انا نتناقش بوجهه نظري كزين عادي نورمال وهذيك تقول وجهه نظرها اذا كان انتم المخ ما راني منزول ما والو راني غير نهضر على حسب اللي راني نعرف هذا ما كان سلسبيل ما تفهمي والو اختي حتى انا لست رسول انا اتكلم بما افهم اذا راني غلط راح تقنعوني بالعكس واذا راكم غالطين راح نقنعكم انايا بالمنطق وعلاش نقولوا في احاديث ولا ايات قرانيه نكسروا فيها ولا رانا نهضروا بالمنطق والاختلاف في الراي لا يفسد في الود قضيه عادي إذا رأى فيها بزاف صوالح يطردوش غير هكاك أنا عرف نعرف نور وعرفت قررت عسف المدير به يطرده لكن يا نور هل يجوز في الأستاذ نهار يسني الكونترا تاعه في البنود تاعه أنه يدخل وينصح الطلبة ولا ممنوع عليه أنا نعرف بلي الضرب ممنوع وكنت ضرب يطفل تباصي صح وينصح في سبيل كما قال لك ما بغاوش هو نصح عند ربي بصح احنا عندنا ما ديناش الشحط كي كنا نقراو ماشي الشحط عادي لا احنا كنا نقراو شوفي كاميليا احنا وهما ماشي كيف احنا وهما ماشي كيف لا اكرم خويا والله غير درك كاين الاباء يروحوا للاساتذه يقولوا اضربوا هو كاينين بصح شوف زين مي لا بليبار ما يبغوش هو نقول لك اللي راه حاط روحو كلاس وحاط روحو باللي مستوى تاعو ربما منصب نتاعو ولا وبنو ما يتحقارش وما نش عارف شني ما على بالوش باللي التلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاه وقال لك كيف يقول لك علموهم لي سبع واضربوهم علموهم في 70 واضربوهم في 20 بصح اسمح لي خويا الزين نقطع لك كلامك انا اختي كانت صغيره طاحت في الشيخه تاعي تاع التاريخ والجغرافيا وانا الشيخه تاعي تعرفني ونعرفها رزينه وثقيله ما تضربش هكذاك برك طاحت مع اختي الله غالب ضربتها بكف اختي ما تهدرش عقلها جات للدار هدرت مع يما راحت لها درت لها شراء قالت لها انا بنتي ما نضربهاش انتي ما تضربيهاش يعني انا لا عجبهاش الحال كيفاش تضربي لي بنتي كاميليا تضربها مشي ما تروش ما تضربهاش بصفعه ضربتها بصفعه هاي من الاخر لا كاين لا كاين ضرب وين تضرب انا نعرف واحد بكف وخلات لها مقره وجات للدار كيف انا ثاني كي كنت صغير كيماك انا نعرف اللي قلبت له عينه قريب ما ولا عور شحال واحد عوره سيبريش شحال من واحد عوره حنايا هذه بين قوسين حنا كان عندنا الاستاذ تاع الرياضيات كي ضربك بالمدور هذاك تاع الصبوره يشيل عليك من بعيد عندنا استاذ لغه عربيه والله ما نحضر ماده بصح هو كي عاد يضرب بيت نحضر له في الماده تاعو وكان عذرني داخل 5 دقائق ومازال 5 دقائق تلقيني راقد في الشارع ونكتب من الخلعة تاعو انا بروف تاعي ضربتني بصبعه خلات لي سيكاتريس يديها في وجهي نقلها كي روحت شيبانيا راحت لها قلت لها ارواحي كيما درتي لا غادي ندير لك لو كان ما سلكوهاش كانت غادي تدقدقها اخا قسما بالله قلت لهم قسما بالله غير خليت لها سيكاتريس كيما خليتها لها
ضربه كيما هاك مدير وقال سيفرين مدير جامعه الشيبانيه وقال لها ما عندكش حق تديري له كيما هاك اللي كيوجهها كيره. انا بالنسبه لي سيكاتريز هذا البنجور باش راحت لي. انا بالنسبه لي الضرب من غير الوالدين واحد ما حقه يضرب الاولاد من بالنسبه لي ابخي كاين تضرب مي ما كاين بلايص اللي تضرب فيهم على الوقت اللي رانا فيه ماشي شي هذيك الدرجه وليس الاستاذ ولكن الاستاذ يضرب بروف 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 اللي قدامه هي قايسك بها لو كان تجيك في العين ولا صح نسالك سؤال لو كان تجيك في العين انا عم وش رايك في الضرب وش رايك في ضرب الزوجه لا انا عندي هذا ماشي راجع ولا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اضربوهم بصح احبسوا قبل ما تحكم لي هذيك الكلمه قال اضربوهم قال بعود سواك وعود سواك تعرفوا قد يجي عود سواك سواك رقيق رقيق يعني ما يضرش يعني الضرب راح يكون اهانه اكثر منها ضربه خي يقول لك هجروهن في المضاجع ومهم الحل الثالث هو الضرب وهو الضرب بعود سواك يا ودي زين هنا راي هنا راي الدعوه راهي تخلطت راهم بالمنشار وبمستعد بوشيه تهضر لي على السواك لا 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 ما تفهمش ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضد المراه برك عنده حق يضرب عنده حق الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم رفقا بالقوارير يا اخي عنده حق الزوج يضرب يضرب لا هو بصح هو الحق عطوك تعطاه له اعطاه له في الحاله الثالثه قال لك في الاول تهضج في المضجع المضجع وبعد الثاني يا الله سنجا خاصمها ثلاث ايام وقيله ولا مش عارف والله نسيت الثانيه والثالثه الضرب والضرب قال لك بعود سواك عود سواك عندي معناها ضرب مي هي تو انا نقول معاك كيما دير الطفل صغير زعما تخوفو لا راح هو الراجل كون يضرب مرتو بعود سواك راح يشغل تبان لها اهانه وراح تقيسها في خاطرها اكيد هذه باينه ما تنضربش نورمالمون واش كان قصده كلمات ولا شاف الماس مرحبا واش كان قصده كي قلت لنا راك غلط ما كانش قصده ضرب واش قصده ماله شاف الماس عليه افضل الصلاه والسلام افضل الصلاه والسلام ما المره ما تنضربش شنطه لا عطينا هاد الشروط عندها شروط باش تلحق يضربها حتى لا يضربها ما تشبهش كتب المطرب قرب قرب عليها سي ربي قال يضربها إيه شنطه اعطينا الشروط والشاف الماس ما كانش قصده بالضرب واش كان قصده خاطر نقول لكم حاجه الكاجه اكبر خلي يجاوبونا حاجه فيها اثم انه واحد لا لا والله نقول لهم هذيك برك اكبر حاجه فيها اثم كبير انه واحد يكذب على ربي ولا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني باه يجي زين يقول حديث ماهوش صحيح راه فيه اثم عظيم وش يجي يدير هالي انا باه نجي باه نلحق معلومه نرتكب اثم اكثر منه ان شاء الله فكرتي وصلت لا وصلت الفكره نسمع كل حديث يسمع يقول لك المراه ما تنضربش تضربش المراه ما مدي ادي انا بمسواك ماشي ضرب مبرح اوكي كاميليا ضرب بمسواك ماشي ضرب مبرح ايه بالمسواك ماشي على بالي بلي ماشي ضرب مبرح صح انا حابه نعرف شنو هما قبل ما يضربها اخي ما نش نكذبوا بيك لا لا شنطه ما قلناش هاك تكذبوا اختي حاشا ولله كاميليا روحي قضبي 200 ولا 300 بنادم وقولي ممنوع للضرب الدار تعليم ما صابش يدير لا شانتال راني نحكيك على نفسي باه نجي نقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو ما قالش فيها الاثم ما نقدرش انا نكذب مانيش نحكي عليك انت يا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل الضرب قال كاينين زوج حوايج انا شافي غير على تاع الهجر الاخرى الثانيه غابت لي نسيتها زين عود سواك يبان لي غير للتخويف عليه الصلاه والسلام غير للتخويف كما قلت لك زعما كما خوفوا دراري صغار مستحيل هو عود سواك حتى وكان تركز فيك انا بعود سواك راح نضرك مي عود سواك فيه 4 سنتيمتر ما يضرش الضرب لا يجرح نفسا ولا جلد صح الشاف الماس سي فغي كيفاش حنا نقولوا هفها وصاي راه وختمها الشاف الماس قال لك ضرب لا يجرح نفسا ولا جلد ختمتها الشاف الماس مره ختمتها اختي ختمها اي ختمتها الانسه والاستاذه الحاله التي يجوز فيها ضرب الزوجه يجوز ضرب الزوجه في حاله واحده فقط وهي النشوز والنشوز الزوجه يعني خروجها عن طاعه الواجبه لزوجها هذه باينه ايه ودي هنا لو كانت تخرج وتروح تشكي بيه
علقو. حنا عندنا شعار واحد، الضربو يعرف ما ضربو. دوك راه ولا نسالي ضربو ولا نسالي ضربو الرجال. لا كاين، شوف كاين شي انسان ماشي غير تقول نضربهم، تقول نجيب بازوكهم فركتهم غادخل الحبس. عجبني الموضوع. اهلا سوسن، مرحبا بك. لا خاوتي، دوك نفرضوا انا والله اكرم عندنا زوجة وقلت لها ما تخرجيش وخرجت وعندك معها اولاد، المره الثانيه خرجت، الثالثه خرجت، ها شدير لها؟ لازم تعطيها طريحه. الثانيه تعطيها ضربه نورمال. ايه خلاص، ولا تحبوا تطلقوها وتتموا الاولاد؟ لا لا، وعلا ابغى نحل لي عند الله وضعنا اختي. كيف يضربها مسكينه وهي طلقها وما تضربهاش؟ يعني هي من الأحسن تطع مومو، هي من الأحسن ما يضربش، ميدا رحقة تروح لا لا مومو أقل فكرة شخصي. جامي هكذا، جامي هكذا ديتي دمقة. أقسم لك بالله، شوف أنا دايزت رجالة الأول مات الله يرحمه والزاوية ريتا. عليكم السلام، أحلى وردة لك، شكرا. جامي تشاوي، اقسم لك بالله. ميمي دي زاد تقول لك لا يجوز ضرب الزوجه، كي راكم خوات. ريتا جراها الحمد لله. ميمي دي زاد اكرم، انت انسانه ما شاء الله ما تلحقيش روحك. ما نديرش الصوالح باش لا نوصلهمش. ميمي دي زاد نسكت، كي ويزودي انا نسكت، كي انا نسكت ويسكت، فهمتي يا ودي؟ تي وانا دروك، شوفي دروك راجلها يقول لها ما كانش، ما تروحيش ولا ما تخرجيش ولا ما تشريش. شكرا جزيلا. ولا ما تروحيش لداركم هذه سيمانه حتى من بعد. يا ودي شدي الله. شوف المراه الوقت اللي رانا فيه تحب تحب دير لها بونيسيون برك. وحده بون بالك راني غلطه، بالك كاين بزاف لي بونيسيون. تقول لها ما نديكش لداركم. انا مين اسمها؟ انا عليك خليها تشنف، حوايجك ما يتغسلوا ما يطبقوا، قولها تجيب عليك الدزيام. قالت لك انا من عند يضربني خلاصها غادي. نورا زين اسكت علي، ده حبوك اسكت. تخاف يا نور. شكرا. المرأة لا يكرمها إلا الكريم ولا يهينها إلا اللئيم. بس كاين شي نساء اللي قا إيه خلونا ما ناش نهضروا على هذوك اللي خارجين على طاعة الله ورسوله. لا خلينا نحب نكون في الطرف الآخر، ولكن يقول لك النساء ثم النساء ثم اليهود والنصارى، ويقول لك المرأة خلقت من ضلع أعوز. أكرم وزين السكتور راهم دايرين بكم غير النساء اليوم، السكتور خير لكم. لا السكتور راهي لا سوليداريتي في ميدين اليوم، السكتور خير لكم. أكرم خير المرأة الزوجة، المرأة هي الأخت، المرأة هي الأم، الجنة هي الأم. اربح الملاحة وضرب النح. احترام النار، احترام اللي يقولون المرأة والرسول كلهم ديالتهم. ايوا كيفو ما يوصلوش. تقعدي بايرا نور لزوجتي صبعي صغير واللي قد الكبير. أكرم قاتلك سوسن إيفا قاتلك بالعكس، أنا راني نشوف نهار تقول له نروح لدارنا يعرس راجلها يحس روحه مقنين سوفاج. شكون اللي قالك ذا؟ شكون؟ سوسن إيفا استعرف بي يكون تأذيب يا شدو شنطاتي. يكون تأديبها بالوعظ والكلمة الطيبة أولا وتذكرها بالثواب المترتب على طاعتها له، صح؟ بس نطيع لها إلى طاعة لها هو هم نطيع لها هو حوسين على الحديث لا هو أنا نطيع أنه ما تقولي أنا نطيع وهو يحترمني ولا بس كل راجل ما يطيحش المرأة هي اللي تطيعه. ايه الرجل قوام الرجل يحترمها يدي لها قيم. لا تعرف كاينه سوسن، كاينه اختي ولا غراني معاك سوسن، عجبتيني كاميليا واه هذيك هي النقطه الضعف تاع المراه. تفكر هذيك نصائح اللي نصحت بنتها قلت لها كوني فراش له يكون لك غطاء كوني له، عندها 10 نصائح نسيتها انايا. انا ما نكذبش عليك، انا يما دائما كتقولي قالت لي راجلك يا لو كان يكون غول.
على هذه ما كنقولها الرجل الاول الان الرجال قوامون على النساء الطاعه طاعه الرجل الاول الان الرجال قوامون على النساء شنو قالت لك الوقت اللي رانا فيه الله غالب المراه هي الراجل ويلا المراه في نفس الوقت شكون دوك المراه يخدم كي الراجل يتهبر يخدم خدمه الرجال دوك المراه صح نقول لكم الموضوع على بالك على بالك من اهم الاسباب تاع العنوسه في الجزائر هي عمل المراه لانه دات منصب الراجل اللي كان راح يفتح به الاسره على بالك باللي عندنا 11 مليون زين زين قالت لك نور نورا قالت لك يا زين نقعد دايره ومن بعد دايره ولا ندي واحد ما يستاهلش قاعدي شوف شوف زين شو كملت شو كمل على العنوسه قلت لك عندنا 11 مليون عانس اكثر من شعب دروك راي بليس راهي بليس واه واش بغيت تزوج المراه راي نورمالمون راي واصله 12 وشي حاجه 12 معناها يكثر الفساد يكثر يكثر بزاف صوالح من هذه العنوسه وكون جات المراه بيتها كون جات المراه حكم بيتها راه خلت المنصب نتاعها على بالك رحنا للمكتبه نلقاوها نروحوا لاباراي بوب تاع ايسونس تعمر تلقاها هي اللي تعمر لك تحلي كوكيطه تخرج لك تحلي مرميطه تخرج لك طبعي حجره تخرج لك نحن لها نحن لها احتلونا شوف قالت لك إكرام من نفسه كالخذاء قالت لك المرأة ضعيفة هذه عجبتني قالت لك إكرام المرأة ضعيفة خاصة تقادرها وتحترمها به تكبر في عينها هذا هو السلاح اللي ضدها صح يا ودي المرأة تحشيرها غير كلمة ضعيفة كلمة هكذا حلوة الاحترام كي قالت لك سميرة صح المرأة تحترمها وتعطي لها قيمتها تديرك فوق راسها بصح اذا دليتها راح تشرب لك المرار وعادي المرأة فيها حتى سجاده كيف يقولوا شذاذه ورده ترضيها حبه حلوه ترضيها رفقا رفقا اخي يا عزيز رفقا المرأة حاجه واحده برك اللي ما تحبهاش وما تسامحش فيها مفروض اي رجل يبعد خيانة لا جا او شي يقول لك المرأة الا بغيت تكرازيها بدلها جيب العمرة لا كغارك يا عزيز شوالا راجلك يجيب امراة يا ودي تنودي قيامة تنود يجيبها وبصحته والسلام عليكم تلاقينا بالحلال نقول لك حاجة ولا ما نقول غير انت تقولي قسما بالله غير انت هيا غير نقولوا غير شتي ميسا صفابا قسما بالله تنودي غيرها او بالك تعطي ماكش مزوجات بالك تطلقي كي تعود غدوه عندك ولاد وتعود عندك اسره ما تحبش تفسدي اسرتك لا لا تعال الراجل يجيب ما اي صاي اي جات اي صاحبك كاين في القاشي وراه دارنا ما كاش منها هذه ها هي وجابها واش دير له واش دير له وزيدي نعطيك واحد الحاجه بكري المجتمع كان كي ترجع سمحي لي موفا بكري المجتمع المراه كانت كي تطلق ترجع لبيت اهلها معززه مكرمه درك الاخ عاد ما يقبلهاش الاب عاد ما يقبلهاش بو ما يقبلهاش الوقت رانا فيه صح سنة والله غير ولات سلام شنطه السلام ورحمه الله اختي العزيزه ها المهم خاوتي ان شاء الله واش نقول لكم ان شاء الله كل مره مزوجه ربي يهنيها في دارها ان شاء الله كل يعني كل ثنائي متزوجين ربي يهنيهم بزواجهم وبولادهم يبارك لهم في حياتهم ان شاء الله والله لا يوصلهم الحاجة شينا وإن شاء الله وانتم إذا راكم عازبين ولا عازبات الله ربي يجيب لكم بنت الحلال ووليد الحلال إن شاء الله ونقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام بارك الله فيك معرفة خير يسلمك يا عزيزي يسلمك السلام عليكم عندنا 12 مليون الخير منهم براحتنا نهضر على المخلوقات اللي راهم التحت هذوك كيف ما يلقاو راجل جوستوم راني نهضر على الجامع يعني بالجماعه ان شاء الله ربي يهنيهم وربي يعطي لهم ما يتمنوا ان شاء الله اللي في خاطرهم وتطامهم وان شاء الله ربي يهنيك ويطول لك في عمرك ويخلي لك صحتك ان شاء الله ان شاء الله زورينا ما تغيبيش افيك بليزير كل ما تطامهم مو نجي عندها انايا اللايف افيك بليزير المهم وعليك بخير ان شاء الله خاوتي ان شاء الله في ساعه الخير ان شاء الله ربي يحفظك صحيح وسمحوا لنا اذا غلطنا هادي روحي راه لك روحك اي رفيقاتك ويا ايا كبتك ولايتك هاني راهي سيقو سيقو موراها سيقو بلاصه هاي طاسه 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 ويا ديروا قشه ديروا فراشها يا تسمش حاشا لله حاشا هذا غير نقاش ومن غير مع النقاش الزوجي بارك غير الزوجي يلقى راجل يقبل بك سوسن لقيت راجل يقبل بك لا كيما داروك علاه
دروك دروك ولاو يشطوا بزاف. استسمح جانتني مكالمه. معليش فاطمه معليش. مرحبا 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 بك خويا، ترحب بك الجنه ان شاء الله. ما دروك ولاو يشطوا سي بورصه سي بورصه تكون ولي شيره تروح نور قلبي كيف راكي سوسن كيف راكي كي راكم غايه والله غير لاباسه فاطمه وانت لاباسه الحمد لله كيف راك زين. قلت لك الزين سكارة فيف نتزوج هذا العام هذا ان شاء الله من تونس من تونس من تونس لا جزائر من وهران نزعق برك نزعق برك شوالا لا يا مسك كيتش نلقى راجل يقبل بيا من غيرك ما تلقايش ما تلقايش يا خلايا اش بغيتي ديري في راجل الله يهديك خاصك تحوسي على المصباح السحري هذاك وتحكيه وممكن يقول لك بنت الناس تطلبي طلب واحد اخر هذا ما نقدر له شكرا حبيبه سلم زين سلم الموضوع حفظك الماس الماس والله لا توحشتك توحشك خير اكرمه أكرم أكرم حركت لهم المواجع على بالك تك هما مرحبا مرحبا ما كاين لا مواجع لا والو شنو غادي شي غادي واحد عايش سانقلا بوحد حسان والله صح قولي لي قد عندكم في المغرب نسبة العنوسه ما نعرف تمشي المغرب ونسول لك اه صح الطليان قد راه يضرب وما كاش عنوسة الكونيكسيون راهي صافا با هنا عندهم كيف 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 العنوسة كيف واه زين كيف زين اه تفضل تفضل احكي لا عندك كونيكسيون وطار على بال اكرم امين اختي غالية واه زين موموف اكرم عهود وعاود ارجع لعت موموف هنا ايوه اسمعني مو مغضوك يعاود يطلع طلعي امين اختي الغاليه مو واخا واخا فتم عمري حبي وقلبي وديني ربي يحفظك ويسعدك نور كي راكي غايه ان شاء الله تكوني بخير على خير نور نصيحه اذا تكتبي لفاطمه جنبي الحاء والخاء وحكي واش حبيتي مومو شوفي اكرم لك راه ولا وقيلا راحت اه كونيكسيو كونيكسيو سلام كونيكسيو عنده ناقصه يتلحق الروتار وين رهيب يا ربي شاكو ماكو فاطمه ماكو غير الخير ما جيش أكرم مو شوفي تحت ما كانش أكرم ما قلت له هود وارجع كانت الكونيكسيون تتكسر لا ما راح لا عتكون كونيكسيون دو ضعيفة باين ما دام عاد يكسر ويلحقوا روتار باينه ضعيف معليش نسقسيكم تفضلي سوسن تفضلي سوسن كيف راكي فين يا حريرة وين يا حريرة حريرة سوسن مش قلت لها تفضلي حريرة قلت لها فينا هي الحريرة يا خلايا حريرة قلت لها حريرتي حريرة حريرتي حريرة كنت تلقى معك شي لايف حريرة اللي كنت طيب فيها ديك النهار والله ما يفعلتك اكرم ورا بالك ورا هريق هاو جا هاو جا اكرم هذا وين ولا لا وليت كونيكسيون يو كون يكسيون مربعات لا عاد تضحك يا ربي دوما الضحكه ان شاء الله انا اللي موجي يخرج لي مربعات فاطمه واش درت انها تضحك عليك يا زين ربي دوما الضحكه زين حريره حريره كنت لقى معك انت حريره صح هذيك سلوى واش تقول لي اللغوه اللغوه لا ما عندي حتى مشكل لا عادي راني عند مو راني نحسب روحي في دارنا في دارو خالتي يا نور مالك حمك يا حبيبتي نور
كي قلت لها ما تزوجش تقعدي هكذاك كرهتني. يوم تبات تدعي عليا هيا ريحي عقربا من بعد ندعي لك تتزوجي يا وايا يا ويلك من دعوة المظلوم مجرباها انا ياها مجرباها انا دعت على شخص ظلمني اقسم بالله ترى ربي استجابوا لحد الان ربي راه ما سهلش لي في الامر لا دعوة المظلوم مستجابة تمتم ها تمتم علاش لحقاش هي اصلا ظلمتني مرحبا بك زين دار دارك خويا ربي يهنيك ويبارك فيك الله يعيشك مرحبا بالغاليين احبك الجنه صح سوسن راح تسالينا سؤال رحت لجوجل جيبي سؤال ما ولاش واش تقلب الحريره واش بقى ولا سالت عظيم اميره مرحبا بك اميره سلام عليك حبيبتي شكرا اميره مرحبا بك حبيبتي مرحبا مرحبا عندنا المود يلا اش عندكم برد برد ما محنا تاني والله البرد اليوم الصباح كانت ربعة تحت الصفر يلا فلاشية طلعت شوية احنا تانية برد يا البرد في الريح في المستخار انا في الجزائر هذا ما اشتركوا معكم انتم في اوروبا غير في البرد لا لا وخا عندكم البرد ما يكونش حل منها يعدنا البرد بحال شوف لا لا على بالك يمكن في هنا ويمكن في المغرب يقولوا البرد البرد كيمشي المغرب ما كنلقاش البرد اللي كيكون هنا روحي لمنطقتي انا مسيده وشوف البرد كي يرقص ترقصي تعرفي قبايلي يصب الثلج عندكم زين نو مسيره لا لا يصب في الجبال يا راني نقول لك عندهم واحد البرد يا موموف يحل لك الجاكيطه ويدخل العظم يقول لك وينو العظم وينو يلحق لك العظم نقول لك برد كي داير برد تاع كي تحط بسينه تاع غلاسون اي وديري اون فاس ليك ديري لا كليم هذاك هو البرد تاعهم باش كنت تعرف ديجا اكرم راح المسيله يا لطيف شوف انا نكذبش عليك زين شوف ولايه ما تصلح ما فيها والو زي فيها غير البرد لا عندنا البرد عندنا برد وسخانه في الصيف عندنا سخانه البرد بزاف اي ودي جهنمه سموك عجبتك عندك ما عندناش الميديتي ما عندناش هذيك الميديتي اللي تلاصق منها ما كاش لا اخويا غير الميديتي وشويه برد الحال خير لا الميديتي ثاني تكره راني شي من حباش كيما لا خطره جينا ايماجيني في الطابلو شحال 57 ديغري في الصيف ولينا لقفو وين مسيله ولايه الله مسيله تلحق العد بالك اللوطو تاعك خاسره حنا تلحق ال 41 لا 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 يا ودي قاسم من فيلا 57 بالك بوسعاده ماشي خاسره اللوطو اوروبا خاسره برك مزعق والله ما احنا تلحق عندنا شوف تلحق عندنا 41 42 ماكسيمو يعني بلافو بالك من نهار هكذا مانيش عارف والله مالك اليوم يجيو نهارات سخونين فوق نقول انا نقول كل حال وتنشوفوا ندخلوا الماء ماغري لا كليم في اللوطو لا كليم الميدوب الميدوب لا سخانه جا صرت السنوات الاخيره لا عندكم جيت شوف جيت في الصيف جيت في الصيف في الحمان وجيت في الشتاء شوف عندنا الشتاء بارد بزاف وعندنا صيف حامي بزاف ما عندناش فصول أربعة عندنا يا سخانة يا برد ما عندناش ربيع هذاك اللي يجي الآخر ربيع وخريف يا ودي ست أشهر برد خطر جايين شفت كاع الفصول شفتهم في شوف خطر جينا خلينا النو لقينا الثلج من بعد الدعوة الخريف نو السمش يا ودي عند الدخلة تاع مسيلة راني نقول لك واحد السماء جاية هكا احصار تاع رملة هي والسدرة اللي جامي شفتها في حياتي نجيبها غير في افلام الويستر سدرة هكا تجري في الله في طرقان كنت بوسعادة لوطو تشدها بزوج يدين تخافها تهرب من كثر الريح
يقول راك في الكو خاصة غير النفط ولا والله يا جماعة سؤال خلي تعرفوا اللي عنده شخصية قوية ولا ضعيفة ما فهمتك سوسن سؤال من خلال نعرفوا اللي عنده شخصية قوية ولا ضعيفة عندك سؤال تسأليه وكل واحد يجاوب عليه تعرف شخصيته تفضلي سؤال ما يكونش فيه خاخو خيخي لا نقرا لك صبري بارك منعك اليوم منين منعك نور نورك اختي العالية شرب سقسي سوسن سقسي زين انت نعرفك انت زين انت نعرفك ما كان لا تجاوب اوكي شكون اللي دار الاستبعاد قولوش كيف درست ما ورينا تما شكون اللي دار لك خلود استبعاد لا واحد ما دار لك خلود استبعاد مرحبا خلود مرحبا كيف راكي غاية بس كنت معنا الساعة حتى انا ولا ما على بالي انا كاين طرش في الزفة عارفين طرش في الزفة انا هي والله ما على بالي قلتك داروا لي استبعاد لا ما شفتش في الستريم هذا ما يبانش يبان غير في اليوتيوب بصح ما شفتش انا اللي دار لك استبعاد انا ثاني ما لا مكاش اللي دار لها غير شاف المطرهين معايا بلا كونيكسيون بلا كونيكسيون عندك برك راح تقول لك فطوم هل سبق لك ان تقبلت كذبة حتى النهاية ولم يسبق لأحد كشفها هل سبق لك أن أنت هل سبق لك أن قبلت أتقنت زي ما يقلت أتقنت كذبة أتقنت كذبة وعرفت كذبة حتى النهاية ولم يعلم يس لأحد يسبق لأحد كشفها كذبة زعما كذبتي كذبة واحد مرق لك بها حتى اليوم هنا هذا هي ما عملتش من سؤال لمن سؤال علينا كاع نورمال كذبة كذبة قالت شنو تفكر واه كذبت كذبات بايدين لا ماشي كذبات كبار صمامي شاقك كذبات اللي كذبتهم كذبة كذبة انا الصراحة كنكذب ولكن بعد كنرجع كنقول كذب لا 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 شكون اللي كذب فيكم كذبه واتقنها زعما واحد من مرقلو فيها فات الحيله طلعت عليهم الحيله انا كنت كنكذب يعني كذب يوم بعد كنرجع داين على الضحك انت انا تاني كذبت بصح مش عاقل ش كذبت انا كذبت كذبه واتقنتها مش غير مره كذبت كذبات وواحد من مرقلي بهم اليومين هذا كيف كيف كذبات بويدين ماشي كذبة قراب ولا وسوس انني طبقتها معاكم كذب عليك كذبة وماكش مرقت لها الماس شيراز انا نكذب ولا لا لا الماس لا الماس نحسها ناتير نورمال عفوية اللي كي تقولها لا اول كذبة كذبتها الماس انك سميتها الماس وانتي ما اسمكش الماس هذه اول كذبة عرفتها عليك انا والله اسمك الماس ديجا راك يربيتك من قوس روح في موفق باذن الله بارك الله فيك خلوش يا ربي نهنيك خوله ربي يبارك فيك ان شاء الله ما قدرتش نحكي والله جاني تم استبعاد من قبل مشرف القناه او صاحبها لا خلوش نعم سواء بلا كونيكسيون عندك ولا حاجه ولا اذا بلوكاوك حنا في ستريم ما يبانش يبان غير في اليوتيوب المهم هاك رجعتي ومرحبا بك في اي وقت نحكي بالنيابه عن موفا مرحبا بك حبيبتي ما كاش غادي توشيك شكرا لقولكم نعم وشكرا لقولي لا صح سوسن انت ما جاوبتيش على السؤال
سؤال موجه لك انت يا سوسن. طابخ السمي لا بد ان يذوقه. انا نقول واه سوسن. صح. انا نسالكم سؤال، وقتاش كاين ثلاث حالات اللي تقدر تخالف فيهم الوالدين تاعك تخالفهم، واش هما ثلاث حالات؟ واش نخالفهم الوالدين كي نخالفهم؟ ايه اللي تقول لك امك باب تقول لك هذيك وتقول لهم لا لا، كاين ثلاث حالات تقدر يجوز لك فيهم حلال في الزواج، والديك يقول لكم ادير هذه في الزواج، لا ما في المره اللي تختارها واحدة. أيوة. في المرة اللي تختارها. أيوة. واحدة. أنا نعرف غير هذه. إيه. هذه. صح فاطمة وزيدي. فاطمة هربت أضرب. فاطمة أضرب خام ديرونجين. هربت. موموف. راح تكتب له. إيه جوجل إيش. هو نقول لكم نجاوب عليهم انا يا ذكر. هو ثلاث حالات اكرم. الحاله الاولى هو الزواج الاختيار العروس كما كنت تقول. الحاله الثانيه الجهاد كيعود فرض عين. الجهاد كيعود فرض عين، مثلا قال لك الايمه قال لك الجهاد ولا فرض عين، المحتل راه في الحدود يجوز لك انك تروح تحارب حتى يقولوا لك ما تروحش. والثالثه ان تعصي الله، مثلا يقولوا لك حاجه معصيه لله ما ديرهاش، عندك الحق ما ديرهاش. الحق يكون في عقل صح. صح. هذاك السؤال لك أكرم، سألنا سؤال. ما على باليش، أنا ما نعرفش نسأل حاجة. ربي يخليك أختي لي ناس قال يكون عنده مفتاح يشوفني حبيبي مرام ما بيك معايا في وقت دار بارك أكرم العمر والكبدة. ربي يحفظك ويسعدك يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. زينو كيكونوا عاصين في المرأة. ايه هذيك وجاب عليها أكرم، هو أول حاجة كيفاش عرفت اسمي مرحبا خولوش هابي. بصح المشكلة أنك صدقتي اسمك هكذا، دوك كون يعود يعيط لك واحد في الشارع تتخطفيه بلا ما تحسيه. شكون شاب ألماس؟ إيه. ما عارفة شنو كسموها، دروك، شنو كسموها؟ دروك ما تعرفيهاش، شفتيه. اسمها ربيحة. نسيت شاب ألماس. نسيت اسمك الحق هذي. اسمها ربيحة أنا نقول لك. زين قريت وجاوبتك وقلت لك وجاوب عليه أكرم. إيه ما مو في المساء شراز ولا سلم سالم. شكون راهي هبط؟ فاطمة راهي تطلع وتهبط وصباطها فيها الريحة وتنحي وتركب سرعتنا سرعت. سيفرين نور جاوبتها فيها هذه. زينو جاوب عليها. داكوغ. عيطوا لها اللي كانت صغيرة عيطوا لها ماز سي بوغ سا. فوالا اسمها جوهر. تفكرتها اسم شباب جوهر. ما شاء الله اسم الله يبارك. جوهر احنا في لي زاجين نقولوا جوهر. جوهره هو جوهر. كل انسان قال لك كل انسان فيه حاجه من اسمه. مثال زين فيه الزين، اكرم فيه ربما الكرم، جوهره ربما تكون حاجه نادره. اسكو هذه كاينه صح ولا ما كاينش؟ الله أعلم. ما نظنش. هاي نور كحلة وكيفها نور سموها ظلمة خير. لا لا زينو جاوبت على أكرم، جاوب على وحدة أكرم جاوب. هذيك هي الزواج أو اختيار العروس. بلك الفوق بلك الفوق بلك جاوبت الفوق. تعطينا اسم الماز داكو. أنا لا ما قلت عليه نسيت مع العيط رغي ألماس ألماس سمع عيطها ديامو ديامو هكذا ألماسي ألماسة
هاكل شوفها الماس يا الماسة. الماس يا الماسة. إيما لا أكيد هذه نتاع كل واحد في شيء من اسمه هي فيها جوهرة. فاطمة نعرف اسم الماس. فاطمة أنت وش فيك في اسمك؟ اسمها ما فاطمة اسمها حقاني فاطمة. فاطمة اسمها حقاني فاطمة. صحة نور. فاطمة. يا جماعه ما سمعتكمش الكونيكسيون واش نديروا لك نعاودوا الهضره ولا واش نديروا لك اخالتي هي راح يعاود الفيديو شويه والله العظيم قلت لكم ما سمعتكمش عاودوا لها عاودوا لها اكرم انا جاوبت زوج اجابات وانت جاوبت صح نور سالينا سؤال تقدري تقولي تعجيزي ايوه مخك ترى سألينا تونور مرحبا بك بيبا السلام عليكم مرحبا مرحبا بيبا وعليكم السلام مرحبا بك وعليكم السلام مرحبا فاطمة يا ربي حبيبي ترحب لك جنة أخوي ربي حفظك أوكي قلت لي زين قلت لك العاصين وقلت لك المرأة قلت لك تاع الجهاد برك صح عصي راسك وعطينا سؤال يا نور زين انا ظلم الله يظلم عليك بيبا مرحبا شوفوا الجواب شوفوا اللي جاوب بنعم هذه عنده قدره على فعل مرفوض اخلايا والقدره على عدم اشتكال الرب ربما الشخصية القوية بغض النظر الفعل المرفوع شاركي تقولي فعل مرفوع ومنصوب خلطي لي راسي ولا راح أكرم كش ما فهمت أكرم كش ما فهمت كش ما فهمت والله ما فهمت والد أبدي قريتها دي فهم ما فهمتش حتى أنا هجيت وشوفوا لي جاوب نعم ها هذا عنده قدرة على إيقاف فعل مرفوض أخلاقيا شوفوا اللي جاوب بنعم هذه عنده قدرة على إتقان فعل مرفوض إخلاقيا وقدرة على عدم اكتشافه وتعتبر من الشخصيات القوية بغض النظر على الفعل المرفوض يا فهمنا أوكي أوكي قصدي المرفوض أنه لا أخلاقي صح راني هكيك زيدي زيديني زعما هذا تاقن كذبه وهي ما كايناش في الصح يعني المعنى يقدر يدير حتى جريمه يقدر يدير حتى جريمه يقدر انا نورمال كنت لك نقول انا والله من انا نورمال ندي شعر الماس نحط على راسي نقول له هي البريف كتلتها الماس جي فك ونقول لهم انتحر عادي طيب تاقسم طينا زين اكرام راسي راه مبلوكي ما عندي ما نسال اخطيني مبلوكي سالوا انتم وانا نجاوب مبلوك نسالك سؤال خايف نسالك السؤال راسك يحبس والله كي قلت لي سألني غابوا لي الأسئلة أكل عندي أسئلة كين اللي دخلوك في بعضاك اسمعوا بعض النصر على الكذب هو عنده شخصية قوية هذا المقصود أوكي سوسان يقولي مصباح حقك ولا نطي تفلسف علينا صح وجاوبتي على السؤال أنت يا نعم أو لا سوسان سلسل الله يبارك والله يا نور قلت لي سأليني راسي تمحى وعندي الأسئلة ما هو السؤال
سؤال جاوبنا عليه دوك اسمع سؤال ولا عندك سؤال تفضلي ميمي سألينا سألينا يا ميمي مومو فوشكي واش راكي مومو فوراكي واش راكي كم دوخته راهي ضربت البركوكس مسكينه ما غاديش حتى تهضر ملاك كل كل مومو يلا ما تعشي كنت قولي يلا ما تعشي انا عندي مجموعه اسئله تفضلي سوسن تفضلي سوسن مومو بدك تقول لك هذا خليناها تطلع ولا عادي عادي سوق واش نسال انا واش نقول يلا سوسن راكي تطولي بها تسالي خرجتي لي قلبي فاطمه اذن ثاني انا بدي ندير السحور نوضي ابراهيم وعليكم السلام ابراهيم سلام ابراهيم مرحبا بك الرجل الزين اهلا برهوم واش حبوا النوع الاسئله في الحب ولا في الزواج لا خلينا غير في الحب والزواج على طلاقتي هاتي كل سنه اللي حبيتي عندك الحب ما عرفناش لكن نحاول اهلين وسهلين ابراهيم كيف راك خويا لاباس هايا ابراهيم كرم لي زوم ربي يحفظك ابراهيم حابه نسقسيكم على الطفله تقول صاحبها عمري حابه نشوفك افتح لاكام وهذه سوسن هذا الاخر وهذه اكيد حابه تعرف مع من تحكي بالك تحكي مع شبح يا خلايا واش تحكي مع بني ادم ولا لا زعما لا زعما الطفله تقول الشيء بلاتي نقول لكم واحد الحاجه كاين شباب اللي كيصيفط لك تصويره ماشي ديالو كيقول لك انا هو كتطمن كتحكي مع فيديو هذه شانيل ليلى سعيده حبيبتي هاي تفضلي باسكو تبغي سوسن ورالي قال لا 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 شوف بحال دابا كل واحد يقول وجهه نظره تفضلي فاطمه وبعد اكرم بعد انا اوكي بحال دابا انا كنهضر مع الزين اوكي الزين كنقول ليه كيف راك لاباس بخير هكا 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 كنقول ليه بغيت نشوفك كي صيفط لي فوتو هاد الفوتو ماشي ديالو كنقول ليه حاب نشوفك يعني كي تشوفه في الواقع ماشي بحال كي تشوفه في الفوتو ديالو لا لا ماشي كيف كيف انت راكي على صديق هي ماهيش تهضر على الصديق راهي تهضر على الحبيب كيفاش الطفله تقول لحبيبها حلا كان باغي نشوفك اه ايت كنت تبغي توحشاته صح جاوب نتايا انا ثاني توحشاته وباغي تشوفها هي لا هي ماشي باش لاخر هي باغي تشوفها هو هي راهي باغي تشوفها هو راه هي راهي باغي تشوفها هو راه صح انا نقول لك حاجه انا انا يبان لي اذا كان طفل غا كيدخلوا في علاقه اي طفله عندها فارس احلامها وكيف تتمناه كاين اللي تحب الاسمر كاين اللي تحب الابيض كاين اللي تحب تشوفه اما اذا كانت حبيبها وحاب تشوفه فذلك يعني انها تشتاق اليه وانها متعلقه به كثيرا اكرم ما عجبني جوابك قلت لكم اذا سنسو هي مقطع ارواح ديرتو لايك مره هي غير باش تجي صراحه حاجه كدير لايك باغي نشوفك تشوف اسكوره في الدار ولا وين شوف الخلفيه برك لي وراه اسكوره في برا ولا في الدار ولا ها باينه هذا سعودي هذاك سعودي اللي راه بس سوسن سوسن هو قال راني سوسن انا نتقن لها واحد الحاجه وندخل لها في قنت ان شاء الله كام متامنش عقلها راني في الدار لا
لا لا واحد سعودي واحد سعودي لبس الإحرام وخارج من داره وقال لها راح ندير عمرة وهو راح المغرب راح سياحة ملكي يتعيطوا يجيوا صحابه يقرأوا الله أكبر الله أكبر ويحطوا خلفية ويلبس هو فوطة والله لا غلط جوابكم بالربعة هاتي جواب روحي ترى هاتي ترى يا أفلاطون زمانه يا متفلسفة سأسأل أسئلة فيها فايدة نستفيد في فيه الله روح يا سوسن شو وقتنا نسمع الإجابة الخامسة الجو هو منين طريق الروحة أقرأ أقرأ أكرم الله الجواب هو منين طريق روحة وإذا ما ودير سيشوار شعرها وتحل ماكياج وتجي شابة تروح لعن دو مش متوحش عمري جيتي شابة اليوم لا والله عندي سؤال لك سوسن أو حالي بسؤال هل كاين طفل في التاريخ أو رجل في التاريخ تفتح له صاحبته ويقولها ما كاينش شابة ليش راها قرد جاوبيني برك شو 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 زين شو شني شو قلت لها قلت لها هل كاين شاب تفتح له صاحبته وتفتح له وهي ماشي شابه لاش تاكل القردي القرد انا نقول زعما ويقولها راكي ماكي شابه ان شاء الله راها مفعوصه يقولها او تبارك الله عليك ما شاء الله انا لا انا والله ما نكذب انا عندي لايك ما لا شعرك لا طالع للسما يحوس على الريزو هذيك هي راح تولي نهار زوج تجبد عليك لازم انا نورمال ما ما تصلحش ما تصلحش تيقولها على غفله فتحي لك لا هذه صح هذه صح وحتى الرجل ما يحبش انا مرات يعود لحيتي قد ما هي بالقد ومانيش في الهندام تاعي ويعيط لي واحد يحرجني كي يقول لي افتح يا اكا انا رجل او سيفري بغيتي لي زغرت نور قلت لك هاي ساكته شنو ندير زغرت ها انتم تهضروا نسمع يعني تفرج في فيلم صح خشني الأسئلة جيبي أسئلة تاع بلي فيهم ماشي تاع فلسفة يحتملوا هكذا ويحتملوا هكذا سوسن ثلاثة ماشي ربعة مباراة هي ساكتة مخلوقة مخلوقة المخلوقة هي ساكتة لا لا هي شفتي تعرفي جوحة كي ركب حشاكم على الحمير تاعه وحسبهم كي يركب ايه جوحة دافق سنتين دا كرسي لا 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 قصدي على جوحة تاع الحكايات كي يركب فوق حشاكم البهيمة نتاعو ويحسبهم يلقاهم عشرة يلقاهم تسعة كي يهود من البهيمة يلقاهم كي عطالع يلقاهم تسعة كي يهود ويحسب يلقاهم عشرة يقول لك أنا نمشي ونفيد بهيمة خير لي هكاك نور نور حسبتنا احنا ثلاثة ونسيت روحها الرابعة فهمتها أكرم؟ دكو نولي دكو نولي اوكي براحتك اعطيكم سر من اسرار البنات انا اعطيتكم سر من اسرار البنات لا نعرفوها هاتي جديد اعطيتكم سر من اسرار البنات سوسن المشكلة أن المرأة أصبحت كتاب مفتوح أمام الرجل والرجل أصبح كتاب مفتوح أمام كل آخر يعرف خريب الآخر ويعرف من أين تؤكل الكتف الرجل يعرف كيف يصيد المرأة والمرأة تعرف كيف تصيد الرجل فهمتي دركا ما بقاش حاجة مدرقة ولا حاجة مخبية طاطا هي ماشي سوسن قالت ربعة جاوبتش جاوبوا ثلاثة هي ثلاثة كاين أكرم وكاين زين وكاين فاطمة وكاين واحدة اسمها نور التاحت مو هاي قاعدة مقارية انت ما حسبتيش روحها صار لك جوحة كيعود لك فوق الحمار تاعو يحسبهم يلقاهم تسعة كي هود يلقاهم عشرة اي قال لك انا نهود ويولي عشرة احمر حشاكم خير
فهمتي هي الحابسة. أنت هذه الحكاية ما تعرفهاش يا زينو. زينو راك جاوبها يعطيك غمة غمك. تغمني نيك تعرفيني نيك. سوس المشي كامل البنات هكا. أها دخلوا في صراع. أها بداوا يتعاركوا. من شعر سوسن نونة لها. لازم تثبتي شخصيتك نونة. ما ترخفي لهاش. سوسن أنت قوية وما تخليهاش تفوتها عليك. كيف تقول لك ماشي هكاك. هيا لها. دوك نشعل النار أمه. أما قالت واحدة أفت حكام وجامي درت فوتو وهي ماشي حابة. الله بالإرادة إبراهيم. هيا سوسن هيا نور. جامي قلت لواحد في العلاقة بقرينها زين علاش أنا جاوبت. المشكلة أنك معانا ومحسوبة من الإجابات لكن أنك مستوى تاعك ما لحقكش بها تجاوبي هكا سكتي. زينو مكاش حابسك مكاش حابس كيفك. نهبط لك نجيفك. جبدو جبدو راح نصوت عليها جبدو. بعد إبراهيم بعد إبراهيم راح نصوت عليها. واحد بعده بعده حاجة غليزان حاجة غليزان هي غليزان هي يا هل تعرفي تا غليزان كداري زين أنا نورة ماشي نونة ينعيط لك نونة أنا يا عادي كيف كيف أنا ما زلتش نسأل أشر يخافت سوسن ما تخافيش أني معاك سوسن لسأليوكش ما تهضر معاك أني ندافع عليك تخافيش منها كوني عندك شخصية قوية وش بيك والله حتى وما عنديش فوطوها نورمال المهم القلب. يا إبراهيم قال لك نحبها نحبها شايفها مانيش شايفها. قال لك المهم القلب مفتوح مفتوح صايم. ضحكتني يا إبراهيم ولا ضحك كيما ناس بكري ولا تاع الخليج دلاع اللي تلاخو تلقى بيضاء ولا كحلة ولا كيما صح مو موف عليها بكري كانوا ما يخيروش وما كانتش عندهم نسبة طلاق ودوك يخيرها ويعرفها 7 سنين وتقعد عنده شهرين ويطلقها. سؤال يا جماعة تفضلي دومها ربي فاطمة زيد منك انت. يو فكرتيني فين انا وصلتني على باط مكياج وحمير. تفضلي سوسن هل الزوج التقليدي فاشل ام ناجح؟ نو ناجح يبان لي ناجح 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 بدليل امهاتنا ما كانوش يعرفوا طلاق. زين غلازنا غلازنا ده اللي يسكنوا في الغليزان يقول لهم غلازنا كنت نسبهم يقول لهم غليزانيون مسلمين غلازنا غا اسمها غلازنا يكفيهم خير مسيليين. لا أكل أبناء الوطن أكل أبناء الوطن أكل كيف كيف ولا فرق بين عربي أو عجمي إلا بالتقوى ليعد متق الله هو الأفضل سواء كان غليزانيا أو مسيليا أو هرانيا. أم عليا مرحبا بك مرحبا بك أم عليا مرحبا بك شوات أم عليا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام مرحبا أم عليا هذه مغربية ونعزها بزاف بزاف إن شاء الله ما شاء الله مرحبا أحبك ما شاء الله. سوسن تقليدي أحسن من تاع الدرب تقليدي بحكم احنا شفناها في بماتنا وجداتنا كانوا يتزوجوا وكانوا صالحين وكانوا ما تعرفوش وتشوفوا من أول اليوم ويكون بيناتهم حب تاع الصح لكن درك يعرفها
وشايف طباعها وشايف كلش ويصطدموا مع اول مشكل اجتماعي تولي هي تطلب طلاق. زينوا على بالك عليه بسك مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب بكل سكارة بنادم. لا مفروض، لا مفروض التواصل الاجتماعي مفروض يقربهم اكثر. دوك انا كي نعود نحكي معك سوسن ونتناقشوا مو نعرفوها علاه ربي درنا فتره الخطوبه، ولا علاه الدين تاعنا الاسلامي درنا فتره الخطوبه باه نتعارفوا وباه نتقاربوا اكثر، نعرفوا طباعنا اكثر. قادر اي قادر انا يكون فيك واحد الطابع من نحملوش انا، ولا انت فيها طابع ما تحملش انت في فتره الخطوبه قبل ما يطيح الفيس في الراس تقولي لي زين هنا وحبس. صح صح ما لكن دروك هي تعرفوا من الثانوي والمتوسط وجامعه ويحكي معها يوميا وتحكي معها يوميا ونهار يتزوجوا المشكل الاول مع امه ولا تقول له طلقني. طلق سهل عندهم صح تفهم وين ولا تفهم. وضحايا اكيد الاطفال هم الضحايا. زين من بكري كانوا يضربوها راجل يخاف من والديهم. يا شوفي انا نسمع بناس بكري كان حتى الراجل كان فيه واحدة القساوة كان ممنوع على الرجل انه يلعب ولده قدام باباه. مامو ما عرف لحقتي بها ولا ما لحقتيش؟ يحشم كان الراجل يحشم باه يلعب ولده عنده عيب وعار. ذكروا درقه تلقى الراجل تلقى الطفل يحبي والراجل يحبي موراه وباباهم الثالث يحبي موراهم. ربي يحفظك الزين امين ربي يخليك. ام عليا واش راها عليا خيرها لاباس سوسن؟ انا من قبيل كنت رافضه الزواج من عن حب نموت على الزواج التقليدي ومن بعد ما صدقتش وليت نتعرف لكن راهي في يومين تبدلت ربنا رايي غادي نرجع لفكره التقليدي. لازم يا نور لازم يكون عندك قوه شخصيه. هذا ماهوش فيس تتبدليها ولا لازم تكون عندك باه تبدلي فكرتك ما تبدليهاش بالسهوله. خاصك تكون عند ما تقتنعي بفكره الا ولا طبقتيها. صح انت مش الريح اللي يجي يديك. قالوا التقليدي مليح رحتي مع التقليد قالوا لي مش تقليدي. ولدي كراك يا رب. مومو فلعت راح تسكري راهي عندك ثلاث سوايع دبر راسك ما نعطلوكش. وانا بغيت اني 47 نجيب شوية وحبس. كمليها شوية سويع لعطي طلع حق الساعات كملتيهم انت؟ لا لا كملت غير مموفا. يا مموفا يا ولدي خلعتني اكرم. مرحبا بك خويا. مالك مرحبا كي راكم دايرين؟ باغي لاباس راكم لاباس؟ باغي لاباس وانت لاباس؟ والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عندكم ولا ما كانش؟ يا ودي راني نشوف فيها غادي نكبروا في ليلة حتى نولوا نهضروا خاطر وانت ما بتعدك معنا هكا هذاك مقعد. ايوا نتفكروا تقل تقل نور ليو من على بايو من على 50 عام من على 30 عام ولا تقل نور ليو مسكين الله يرحمها نجبدوا الناس اللي تموت ولي الاخر. انا مش خايف من هذيك، خايف لي يدخل لي واحد نقول له اسمع شكون انت يقول لي انا بن سوسن. يوم كنت نعرفها بكري في اللايف. واو والله العظيم بيهم بولادهم بشراهم فاطمة. أنا ولد فاطمة. سلام عمي زين أنا حفيد فاطمة. تأمن بالله أقسم بالله يا أحلامي غير عدت ما نحلمش بأحلام تاع الواقع، عدت نحلم بأحلام تاع المواقع راك فاهم. لا أنا هذو لي ما تعني النوم الفع وخلاب الفع وقيلة الفع يقول لك النساء. لا الفع وقيلة يهضروا فيك ولا لا لا سيدة يقول لك الهضره ويقول لك المراه الله اعلم. ونمت ما بيش شكون ميت اللي جمع معايا وقعد غير نهضر معاه مايش عاقل شكون هو معاه ولا ما داكش. لا مجمعين في مجمعين هكا واقفين ونهضروا. خصك صداقة إلا عرفتها شكون. خصك صداقة لا خصك صداقة ولا راح يجيك مرضى. من الأحسن تمد صداقة من الأحسن صداقة. لا زين التقليدي أحسن تاع تاع دروك كاع راهم يجمعوا كاع يديروا. أنا امرأة أكيد أكيد لا حتى أنا مع الزواج التقليدي
مع الزواج التقليدي كان ناجحة، لكن مانيش لا ما نكذبش عليك، انا مع الزواج التقليدي بس عشوا، لكن نشوف المرة اللي كانت تعجبني. ايه باه نجيبها كيما بكري بكل صراحة. انا ماشي تنهار العرس، تنهار العرس انا نصيبها ديرك القوندة. لا لا كانت قوندة، لا كانت قوندة العقلية والقلب مليحة. عادي روح تشوفي نعتلك فاطمة أيوم بعد نهار الدخلة يهز تهز خطها هيبة فيما كي راكي هيبة هذا ونشتها المقلوعة هذا ونشتها عقلية هيبة مرحبا بك أنا تخلطت لي مع عندك وين تهرب ديري. منها توصل للسن أكرم بينها هذه شكون اللي قاعد أنا غير البارح كانت عندي 15 عام نقل على روح 28 سيمانة جاية 28 مرحبا ياسمين مرحبا بصح هيبة نقلع لك اللحية ونجيب لك قسما بالله لا تعطيني 15 لا لا ها والله بان غريان بان صغير سوف إلا إلا قاعد تحكم قنت وساكت وطلق حلاوتك ومهبط راسك ولعبها قسما بالله لو كان نقلع لك اللحية اللحية لا نخليها خطرة كنت داخل قال لي أنت أردي أنت مينار مينار اللي روح انا كبيره عليك مالك بدينا توريت له لا كارطاسيون وما امنيش انا العكس نتاعك انا مبان شارف مبان كبير لا انا مبان صغير على اللاج ما تكيفش اكرم نكمي واه شكرا ياسمين شكرا حبيبي مرحبا بك شن الخاتي مومو تاكلوا كيو كيو اقل لا تفكر فيها في المخلوقات تاكلوا كيو كيو يا ودي هذي لا دخلت الجنة لا دخلت الجنة غير من طبعا تعيينها هذي يا ودي انا لو كانت تدخل للجنة نرفض الاخر ونخرج نقول لها هيا بسلامة تبقى على خير نروح من هي الجنة قال لي واحد قال لي واحد قلت تلقى في جهنم كل واحد قال لي قال لي ناس جمراتي ونبعد عنك في جهنم كما صاحبي قلنا قلنا درك تسيبوني في الجهنم انا نقرا عليكم عند الباب تسيبوني داير شيشه ونقرا عليكم امين يا رب العالمين اكرم هنا كل لك الحميه جدك هاي او ولات هنود الحمر هيبه تاكل لحم بني ادم ارجو روحكم منها وتاكل لحم مسكينة ساخفة نازفة العيد الحق العيد غير الصبر ولا فامبير هيبة أكرم واش راه حطيطو والله بيان ياسمين الحمد لله كاين أكرم كاين هذيك تاكل الكوكاو وكاين واحد يعيطوا له خشبة ولا بو خشبة ولا تعرفوا لا بو خشبة واحد دير اللحية ودير كاسكيطة كي تاع الاسبانيول هذيك العريضة اللي عايش في الأوروب عايشة لي عايش في الأوروب يوجع القلب ثاني لا عايش هنا وتورني وبديت لا عايش هنا وبديت تورني مسلسلات او في رمضان الجاي يلعب في مسلسل لا ما نعرفش وكاينه واحده وهرانيه تغني شفتها شوف انا من هادو تاع تيك توك انا هادو تاع تيك توك ما نعرفهمش بس خاطيني تيك هادو يطلعوا لك وحدهم هادو يطلعوا لك يخرجوا لك من تيك توك ويجيو الزين الزين اكرم انتم واعرين تقليدي تهضروا تتشبعوا ومن بعد تقولوا تقليدي يا وتقل انا ما نكذبش عليك انا اختي حتى نعرفها لا اذا كنت قصدك ولا ولا خطبوها لي هاكا نهضر معاها لازم نعرفها او باش نطلع على راسي اذا قصدك اذا قصدك تهضروا حتى تشبهوا انكم عندكم علاقات بعد قبل الزواج لا لا, لا 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 هضره هضره كما قال لك فوق الماء مرحبا بك هبه لا هضره احترام إيه 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 لا 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 لا, لا تقدر تعرف او داود شرجيت اكرم داود شركي راكي شوف اخي انا طلعت على جالك اللي ناكل لك اللحم يا اكرم الله يسلمك طلع سما قلت لك الدرج يا ودي غير اسكت هي صاير راني تحت عاودي ودي تبيني تحت هبا يا مو مو طلعي في بلاصه فاطمه وهبطي فاطمه لتحت خليها تبعد وهي تاكل لا 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 باش تخلي لي سباس لا خلو الضيق باش ما تقيسنيش ملي تعاود تجرني خليني غير تما لا اكرم باه ما تفهمنيش بالغلط اسكو مثلا الطفل تا
تعدد انه يعرف مثلا قبل يعرف الزوجه تاعو، هل هذا حاجه حميده ولا حاجه مش مليحه؟ لا شوف، اذا كان في الاحترام راني معاه، بصح اذا كان في يهضروا في الحرام ما رانيش معاه. لا لا لا، احنا المفروض نحكيوا على بالاحترام. بالاحترام انا عندي عادي نورمال. هي قالت لك خطاك، هي في الدين، هي في الدين سي فري حرام. اسمحوا لي باغي نسقسي ونهود. واه تفضلي. راك داير ولدي اكرم؟ والله الحمد لله بيبا وتيا. والله الحمد لله. كيراهي دايره شي لميمتك؟ والله ربي قلت لك ربي، والله الحمد لله. واه اقول ربي يحفظها. امين امين ان شاء الله يا ربي. يحفظها ان شاء الله ويخليها لك. امين بارك الله فيك ان شاء الله يا ربي، ربي يحفظك. الله يسلمك ولدي. وتيا الدار يا والله انا تعبصه كاع. اي الحمد لله سلمي عليهم. الله يسلمك ولدي، رانا عالم في العالمتين. الله يذوبها ان شاء الله. احنا صح انا مانيش ولدك. انت كاع وليداتي والله، لا كاع ولادي. هاني سقسي غير بالواحد. انا ما سقسيتي. ولا على بالك. والله ما سمعتك الزين. انا ما كاينش شي سقسي عليا. ما كاينش شي. خلي شويه خلي شويه كاش زنازه ولا غير خلي شويه. سقسي على ولدي، سقسي على ما سقسيش عليك. انا ما عندي كاع وليداتي. عليك غار غار، هذه الغيره، هذه الغيره، هذه الغيره تهضر. شوفوا الغيره كي دير. يا الزين غير مني يا الزين، فقت فيك. غير منك على هي تقول لك ولا ما تقوليش على انا واش درت انا على صاي صاي صاي. قولي لها هي، قولي لها راك داير ولدي الزين، راهي دايره ميمتك. والله لاباس تقول عليك كيما وانت لاباس مكانية. والله والله الحمد لله ولدي، ربي يخليها لكم ان شاء الله. تاش فوق رسالكم وليداتي ان شاء الله. ربي يدورها عليك. لميمة عزيزة يا وليداتي ان شاء الله، ربي يحفظك. صح تهلاو فيهم، تهلاو فيهم. زين دروك للطاح. باينة هذي طيبة كي راكي قلت لك نور. سيفري نور، انا ما انا ماهيش متناقض، انا قلت لك نعرفها كاع الى خطبوها لي هكا نهضر معاها. بالك شي راه مريضه، بالك عقليتها وعقليتي ما ما ما, ما بالك ما تساعدنيش نتفاهموا على الشروط. قلت لك يا حبيبتي خالتي هبه كريم باغي يسلفني سنه يا ياسمين. كريم قال لي البارح، قال لي شري لي لوطو وروحي ونعطيك ربع سنين. قلت له انا نشري فم، قلت لها ياكل واحده تجي غير ربعه. خيتي ضحك والله. قلت لك طلعت الزينه، ربي يحفظك. لا نقول لك كريم أكرم. أكرم الرجل يعرف طفلة ويزيد الأخرى ويزيد الأخرى، ما يهز خبرة على النساء ويعرفهم أكثر ويعرف العقلية تاع المرأة حتى كيف تمشي. لا سي فري، هي يقول لك لا العشرة فتاشة. ربي يحفظك بنتي. هي بالك كاع تهدر معاها، هي بالك أنت ما تساعدهاش، بالك مور العشرة تعطوا غير كيما حنا نقولوا غير من الفوق. ما زعما كتت عاشرك باش تعرفك، بالك من القدام انا نغبنها ماشي هي. حوجي لا راك تهضر كيما هكا درك وحده ما تديكش. لا زعما باسكو كاين غير على على كيسموها على العقليه، بالك انا ما نساعدهاش العقليه. اكرم في الراجل كاين ثلاث صفات تعرف الراجل تاع الصح. كاين انا نفكر زوج، كاين السفر وكاين الدراهم، كي تسلفوا دراهم والثالثه نسيتها. كاين راجل كي تسافر معاه تكون عشرتك معاه تحس عليه طبيعه. انا نشوف الدين والله ما ننسى. انا الدين راهي، انا الدين راهي فيا 900 راني. لا لا قصدي اسمع، قصدي في الدين، قصدي كاين ناس تعطيهم دراهم يكون صاحبك، تعطيهم دراهم يخرج لك العايب على جال دوك الدراهم. هو علاش يقول لك، يقول لك صاحبك الراجل كي تعرف ثلاث دراهم يقول لك لا تخسره تسلف لها دراهم يعطيك وجه. ايوا بصح ولدي سفر اذا كنت تعرف واحد خمس سنين عطيك الملاحه سيفري. بصح المره ثاني لا غبنتها، اسمحوا لي وليداتي. المراه المراه اللي غبنت تحط لها المشوي وما عرفتش تحط لها وما تقبلش المعيشه. المراه هي اللي تبغي لهنا صح.
شوفي شوفي هيبه هي الثقه و شوفي المراه المراه اهم حاجه الاحترام المراه المراه الا كانت تبغي الا بغاتك وكما ايوا الا ما لقاتش الاحترام تحطي لها كبش ما ما ما, ما غادي يدير ما يقلنا حاجه هاوش قلت لك ولد وإلا كانت بالملاحة تحط كاس أتاي ومطلوعة والضحك إيه ودي تقول لك هذا هو هذا وقالك اليوم تعشي نمشي بنة المشوي راهي فيه بارك الله فيك ولي لا أسمع إحنا كتزوجنا إحنا كتزوجنا إحنا اسمح لي دقيقة بارك أنتم راكم تحكيوا على ما بعد الزواج إحنا رانا نحكيوا في الفترة اللي تختار فيها العروس نتاعك كاين فرق بينهم المرأة كتعود عندك هذيك معاملتك لها هذاك باب واحد آخر لكن رانا حنا نحكوا على الباب كيفاه تخير مرأة صالحة ولا كيفاه تخير فتاة صالحة لولادك تجيب بها تجيب معها أولاد فهمتوا المقصود؟ وكاين اللي ما يبينوش عقليتهم نيشان حتى تجيب غريان ولا غريانة تتبدل اللي تشرك فايدر وكيشغل دمناته اللي معها تعطيك غير الملاحة غير الملاحة كاين طفلة هبة تعطيك الملاحة الملاحة وتزوج بها العام الأول هي تجيب الغريان خلينا نقولوا غريان هي تجيب الغريان فارس وعليكم السلام ها الهضرة كي دايرة والله لا نيشان وعليكم السلام شيخ أمين لا نيشان سيفري كاين الأولاد ولي تقول لك لا غير ديني أنا غير ديني أنا اللي كاينة راني مع أمك راني مع خواتات هي تضرب العام الأول هي تقول لك لا داري وحدي اختك تشرط لك فيه اختك تشرط لك فيه امك انا لا انا الباكي بلي انا شندي لها هيبه واه انا في العقد نكتبها لها الشرطي الوحيد نهار اللي المراه تهدر عندي الحق باش نقابل قالت لي قبلت نهار الاول قبلت على الشرط هي سيرتو الام سيرتو الام ولدي لا اخويا سافر نديرها هي وامها كما قال لك امها معزه وهي معزه واه والاحترام تكون الاحترام ما بين ما بينها وبين خوتك سيرتو الشاشره سيرتو خوتك الشاشره لا ما عنديش شاشره الحمد لله لا ما عنديش لا لا ما عندك اكرم نعطيك واحد المعلومه اكرم في الدين اكرم نعطيك واحد المعلومه في الدين الزواج عقد الزواج كيعودوا كاين الامام وكاين الشهود علاه يقولوا وا زهره تقدري سيره علاه تقولوا مثلا فلان بن فلان الى فلانه بنت فلان يقول لهم كش ما عندكم شروط الامام كاين واحد الشرط انت راح تشرط اذا مثلا راح تشرط على مرتك مثلا ما تعمليش او تشرط عليها مثلا تقوم لك بامك لازم تشرطهم في هذيك الفتره والمراه اسمح لي مليح خويا واسمعني مليح المراه اللي حابه الزوج نتاعها ما يتزوجش عليها تشرط في ذاك النهار اما اذا كان فوتت النهار هذاك وقالت له ما يجوزش فانها حبست حد من حدود الله راه عندها إيمان كبير وقت يجوز لها وقت يزوج لها تقول له ما تتزوجش النهار في العقد تقول له ما يجوز مثلا ما خليكش تتزوج عليا هذا باب ديني ولازم اي طفله تعرفه سيرتو البنات اللي تقول لك ما تتزوج عليا نطلق والشرطي هذا الشرط نهار يكونوا راح يديروا العقد الزواج قولي له نشرط عليك نخدم ولا نشرط عليك ما تتزوجش عليا ويجوز لك شرعا اما بعد الزواج ويقول لك نتزوج تقولي له لا لا راه عندك اثم فيها تفضل اسمح لي تشوف زين وين زهيره اش نعطيك اختي باش نهضروا اش غادي نقول لكم اللي تاعك واه بغيت تبان لي وقيله وغادي نحبسها تعرف عليها باسكو شوف قريتو غير دقيقه غير دقيقه غير دقيقه نهضر مع زهيره قبل ما يكمل باقي لاش بزاف يكمل لي شغل وما لقيتهاش ديجا راك كملتي تسوي على بالك زيره شنو اللي ساعدك باش نهضروا نعطيك النيميرو تاعي وتعيطي لي بالماسكي ولا كيما تبغي كي دير اللايف تجي عندك عندك قاري شويه دقيقه دروك ها عندك خنه واه ما تقول لك التعليقات ولا انا هبطت تطلع هي كيما حبيتوا قبل ما شوفي زهيره زهيره نديروا حاجه شابه روحي تشوف كومونتي لي عندي وانا درك نرسل لك النيميرو ونعاودوا في بريم روحي فيديو قديم برك ما تروحيش الاواخر الفيديو واه حاشا هيبه حاشا درت هل الله تقدر يضربني بالحمار
ما غاديش نحل لايف حتى الصباح. واه اكرم تقدر تحل لايف وديروا بريفي وتعطي لها الرابط في تعليق. شنعطيها شن ندير تاع البريفي؟ حل لايف وديروا بريفي واعطي لها الرابط تاعو في تعليق وتدخل غير هي. ايا داكور. صح ماما تقدر تسكري واخويا. هيا تقدري تقدري تطلعي هنايا و... ماشي تقدر ديجا راه بالاحمر غادي يطفالي راح يطفالها التليفون. ايه صح صح والو نمشي لهم ديال تاع بنتي ماشي بورطاب غادي يحبس ديما مع الكيل هو يطفى باسكو الشارجور ما لقيتهش. روحي روحي كومونتي لي زهيره روحي. هي بغات تقول نورا شكون نورا هي زياب لعبتو هضروا غير بشكيل. امشي ترقدي امشي ضري ترقدي نونا نور روح ترقدي روح تغطاي البرد عليه هادو غير الشكل. يلا اوكي صحه نقول لكم صباح الخير. السلام عليكم. بسلامه فاطمه ربي يحفظك اختي ربي يصدرك. سلامه ما عرفت خير ان شاء الله. ان شاء الله اختي ربي يحفظك. صح اختي ينبغدوا ان شاء الله. السلام عليكم كاع. السلام عليكم. هيا تهلاو في روحكم. هيا الزين مومو كاع 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 بونوي نور كاع صبحوا بخير. هيبه مرحبا كاع اسم باسم صبحوا على خير. ليلى سلامة تهلاو في روحكم ربي يحفظكم.